مساء الخير مشاهدينا عن جديد. كارين رزق الله مساء الخير واهلا وسهلا فيكي باستوديو 40. هاي جيسيكا، انا مبسوطه كثير اني معك بهالحلقه. ونحن كمان مبسوطين فيكي، والناس ناطرين الحلقه. ولو بتعرفي كل محبينك شو طلبوا على السوشيال ميديا؟ اكيد طلبوا انه تطولي بالك علي ابدا، طلبوا انه الحلقه تكون كثير قويه وانه قوي الدوز. انا لدرجه انه قلت انه مع او ضد كارين، ما عم بعرف اذا مع او ضد كارين، بس انا بتصور انه عارفين جرأتك وصراحتك، وهيدا اللي ناطرينه منك خلال ال 40 سؤال. ان شاء الله يكون هيك، مش يكون قصدهم انه لا، بالعكس ناطرين جرأتك وصراحتك. جاهزة لنبلش؟ يلا. سؤال رقم واحد كارين رزق الله، بس تكتبي نص لإلك بيكون مختلف عن أنه تكتبي نص لغيرك؟ تتوصي بحالك أكثر؟ مش بتوسى بحالي أكثر، بس بكتب الأشياء اللي بحبها أكثر. بكتب إذا بدك الأشياء اللي بتعنيني. القصة لازم تكون فيها شيء أنا بدي أقوله. إذا ما عندي شيء أقوله ما بكتب قصة. يعني القصة بتنعمل لخدمة الشيء اللي أنا بدي أقوله. لما بينطلب مني نص، عادة بيكون حدا عم بيطلب نص وعم بيطلب معه الفكرة. يعني ما بتكون فكرة بتعنيني شخصياً. بكتبها وأكيد بعمل جهد إنه تطلع كتير حلوة، وأكيد بحط فيها كل الانرجي تبعيتي، بس مش مثل لما بتكوني عم تكتبي بقلبك، عم تكتبي بروحك، عم بهيك بشغف، بدك تقولي شيء وبدك تحطيه. كارين الممثلة بتعطي بعمل من كتابتها أكثر مما بتعطي بعمل مش من كتابتها؟ لا بالعكس. لما بكون مش من كتابتها بكون عليها مسؤولية أكبر، لأنه حاسة إنه هالكاتب إذا بدك استأمنها على هيدا النص ولازم هي توصله بأحسن صورة. بينما لما بتكوني عم تشتغلي نص لإلك إنه هيدا إلي، بس لغيرك بتحسي إنه بدك تنتبه. كيف إذا أنت مستعيرة تيب لحدا تاني مش لإلك، بتبقي منتبهتي لهم لأنه هو عارك إياهم ومفروض تردي له إياهم يكونوا بعدهم منيح. نفس الإحساس. سؤال رقم اثنين، أنت خارج السباق الرمضاني لأول مرة من سنوات، شو السبب؟ السبب إذا بدك بيرجع لوضع البلد، الوضع يلي نحن فيه. أكيد كان في شيء حكيم فيه مع الام تي في، وكنا عم نحضر سوا شغله تكون السنه نازله، خاصه انه قبل الانتخابات، شيء بيحكي عن الوضع يلي نحن فيه اذا بدك. وهيدا الشيء يلي كنت حابه اكتبه بهيدي المرحله، لانه كثير صعب الواحد يفصل حاله عن الواقع يلي عايش فيه. بتحسي كل الدنيا حواليك عم تغلي، ما فيك تكتبي عن شيء ما بيعنيهم، عرفتي؟ بس للأسف ظروف الإنتاجية إذا بدك حالت دون إنتاج هالمسلسل، وهذا الشيء طبعا بيرجع لإدارة المحطة. نحن ناطرين نشوفك بعمل قريب إن شاء الله. إن شاء الله. السؤال رقم ثلاثة هو سؤال باللون الأحمر، أول سؤال باللون الأحمر بحلقتنا لليلة. شو وضعك اليوم؟ كارين رزق الله، أنت متزوجة مطلقة أو منفصلة؟ هالسؤال بتصور كل الناس عم تسألك إياه، وكل الناس سألوني إياه لإلي قبل الحلقة، كرمال هيك هو أول سؤال باللون الأحمر معنا لليلة. هيدا الموضوع صراحة كثير انسألت عنه، ما كنت حابة إنه أحكي عنه بهيدي المرحلة على القليلة، بس إذا بدك إنه تفشي خلقك أو يحسوا حالهم نفسيتهم مرتاحة الناس، يعني أنا منفصلة. وعلى طريق الطلاق. السؤال رقم أربعة، شو أكثر شيء بتحبيه بشكلك الخارجي؟ ما في شيء كثير بحبه، بس بحب إني بيبي فيس. ما كثير بعطي عمري، يعني ما بعطي 25، بعطي أقل. أقل كثير على فكرة، أبدا مش عطي 25. وبحس إنه في إذا بدي كلني على بعضي هيك في شوية نعومة. منلاحظ أنك ما اتبعتي الترند بتعديل المظهر. في منشوف في أوقات تعديل جذري بيصير بالمظهر عند الفنانات أو الممثلات، يعني المشاهير بشكل عام بلبنان وبرات لبنان، يعني بكل العالم في ترند، يعني هي مثلا تكبير التم، منخار صغير. ما اتبعتي هالترند ليه؟ لأنه أنا بحس إنه كل شخص لازم يكون عنده هويته.
يعني بتحسي في اوقات في بعض الفنانين، طبعا انا مش عم عمم اكيد، بتحسي انه صاروا بيشبهوا بعضهم، نفس التم، نفس المناخير، نفس هيدا، حتى نفس ستيل الميك اب، نفس يعني اذا عيوني صغار لازم يكونوا كبار لانه هيدا نورم الجمال. بس لا، انه اذا هن صغار خليهم صغار، انه يعني خلي يكون الواحد عنده الايدنتيتي تبعيته، هويته، حتى اذا شفتيه تحفظي وجهه تحسي انه هيدا ما بيشبه، يعني هو نحن خلقانين هيك، ما حدا بيشبه الثاني. سو عمليات التجميل مثقبه انه في ترند معين كله عم بيتبعه، فصار كله عنده نفس الفيتشرز بوجهه. فما بعرف، انا بحس انه يمكن ماني احلى حدا بالعالم وماني من الكثير حلوين، بس عندي ستيلي الخاص يلي انا بحبه. ونحن بنحبك مثل ما انت كارين، ونحن ملاقيني كثير حلوه. السؤال رقم 5، انت متهمه بانك ما بتشاركي بحفلات توزيع جوائز الا اذا كنت ضامنه انك ربحانه، كيف بتدافعي عن نفسك؟ لا ابدا مش مزبوط، لانه هو عاده الجوائز اللي بتصير بلبنان بتكوني عارفه من قبل بشهر اذا انت ربحانه او مش ربحانه. لا، هي اذا بدك قصه الجوائز اكيد يلي عم تحكي عنها الى وضع خاص بمطرح معين. كان في انا عندي مشكل مع هيدي الجائزة بالذات، وصار شوية إشكال، بس أبداً لا، باقي الجوائز بروح يعني ما عندك مشكل تكوني حاضرة مثل ما شفنا باقي الفنانين بآخر مهرجان بالجوي أوردز يلي ما كان حدا عارف أنه مين رح يربح بيناتهم، كانت متعة على فكرة المشاهد أكثر منهم، يمكن نحن كنا عم نستمتع بمشاهدة ردات الفعل. طبعاً، لأنه هو هيك لازم يصير، وهي أول مرة بتنعمل بالعالم العربي إنه بيروحوا الفنانين ومش عارفين إذا ربحانين أو لا، ومع هيدا وكله رايحين ولابسين يعني ما عندك مشكلة تروحي؟ أبداً، بالعكس. السؤال رقم 6، في منافسة بين الممثلين اللبنانيين والسوريين بنحكى عنها بشكل دائم، بس منشوف أنه في تفوق عددي للكتاب السوريين على الكتاب اللبنانيين بالأعمال الدرامية المشتركة، ليه بعد ما عملتي هيدا الخرق ككاتبة بالأعمال المشتركة؟ ليكي، بالماضي كنت مبسوطة باللي أنا عم بعمله، كنت حابة أحكي عن أشياء بتخصني، يعني بتخصنا كلبنانية، كمجتمعنا اللبناني. طبعا اكيد مش غلط انه الواحد يكتب عربيا، لانه لما بدك تكتبي عربيا ولانك ما بتعرفي البيئه المصريه او البيئه السوريه او البيئه السعوديه او whatever، انت مضطره تكتبي مثل ما بيقولوا عنا نحن على اللهجات باللهجه البيضاء، يمكن بالنص الابيض، انه قصه عم بتصير بس فيها تصير وين ما كان. بالماضي كنت شوي اذا بدك عبالي احكي يلي انا عبالي احكي، اليوم اكيد يعني سبق ونعرض علي اكتب، يمكن ما زبطت الظروف، ما ساعد الوقت، كنت مزروكه عم صور عم بشتغل، بس اكيد هلا انه هيدي تجربه لابد منها، يعني بدك تروحي عليها، بدك تروحي عليها شئتي او ابيتي، لانه هيك رايحين يعني مثل ما بلشنا نحكي بالعولمه بلشنا نحكي بالعوربه. اوكي. السؤال رقم 7 هو سؤال باللون الاحمر، قررت من سنوات انه تغيبي عن كتابه مسلسل رمضان، بس في شخص دخل على حياتك وشجعك على الكتابه وهيك صار وخلق بوقتها مسلسل جديد وناجح، مين كان هالشخص يلي غير لك رايك وقال لك لا لازم تكتبي؟ هو اذا بدك شخص طلب مني اكتب بوقتها، ما كانت يمكن كثير وارده الفكره عندي، كان المنتج مروان حداد طلب مني اكتب له نص وكتبت له بوقتها حلوه وكذابه. وقتها انتبهت انه انا قادره اكتب نص، يعني ما فكرت فيها قبل، عرفتي؟ فمن هون رجعت قررت كفي واكتب شيء خاص لإلي. السؤال رقم 8، دايما بتقولي انه مصرياتك راحوا بالبنك، قدرتي طبعا مثل كل اللبنانيين قدرتي جمعتي ثروه من الكتابه والتمثيل ولا بعده التمثيل ما بيطعمي خبز؟ ليكي، انا ثابت كنت عم بشتغل ثلاث اشياء مع بعضهم، يعني كوبروديوسر ورايتر واكترس، يعني عندك ثلاث اشياء، ثروه عظيمه
مش عم نحكي يعني بمليارات يعني، بس عم نحكي عن شيء بتقدري تعيشي محترمه مرتاحه بشكل اذا بدك على مستوى مثل ما انت بتحبي تعيشي. اكيد، وطبعا انه مثل كل هالعالم يلي يلي اصروا انه ما يظهروا مصرياتهم من لبنان، مع العلم انه كنا نسمع اشياء انه طلعوا، بس ما كنا طبعا لو حدا قالنا هيدا الشيء اكيد كنا ضحكنا عليه، يعني ما كان حدا متخيل هيك شيء يصير. السؤال رقم 9. قبل ما اسالك هالسؤال رح نسمع سوا هالغنيه. قلبي ده لمين قلبك داء من الممثلين؟ طبعا أغنية قلبي داء للفنان الشامل مروان خوري. لمين طبعاً قلبك داء من الممثلين؟ أول شيء بدي وجه تحية لمروان يلي أنا بعتبر أنه وجهه كان حلو علي وعملنا أنا وياه نجاحات كتير كبيرة. الممثلين عم تحكي من أي ناحية يعني؟ مين أقرب صديق لألك؟ مين الأقرب لقلبك من الممثلين؟ يعني إذا بتعطيني ممثل وممثلة بتكوني هيك كتار كتار، مش واحد والله، كل اللي اشتغلوا معي مهما كانت أعمارهم تبهي أكبر أصغر، مش من عمرنا مش من جيلنا كلهم، لأنه أنا ما بعرف أشتغل مع شخص ما بحبه، ما بعرف، وما بعرف أشتغل مع شخص ما بيشبهني بعقليتي ولا بتفكيري ولا بتوجهاتي، مش ضروري سياسية بس إنه ما بفكر. طب مين الأقرب لألك اليوم من الممثلين؟ يعني عندك شي صديق أو صديقة دايما بتحكي معهم على التليفون، في تواصل، في زيارات، في مشاريع مع بعضكم؟ حدا على طول على طول على طول بشوفه لا، بس على طول انه بنطمن على بعضنا بالتليفون وكذا. في بديع، في رودني، في يورجو، في 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 انجو، في طبعا على سيرة على سيرة قلبي ده عم بدق قلبك بالوقت الحالي. ليك بيمروا اكيد فترات شكله عم بدق بضل يدق. طيب كيف من المفترض انه يتحول مسلسل قلبي داء لفيلم؟ بدي جواب نعم ام لا؟ نعم. وهالشيء ليه ما صار؟ هل مزبوط انه الممثل يورجو شلهوب هو السبب انه ما تحول المسلسل لفيلم؟ ليكي هي ظروف اذا بدك لعبت ضد انه يتصور هيدا الفيلم، هو تحضر وانكتب ونجاب الانتاج وكل شيء كان جاهز. و بتصور بفترتها يمكن يورجو صار معه مشكل صحي يعني او شيء، وتاجل التصوير، ومن بعد ما تاجل رجعنا التهينا بغير اشياء، ووصل انه لازم نفوت برمضان وما عدنا لحقنا، فهيدا يلي صار، بس مش هو السبب بالمعنى النيجاتيف للشغله. أوكي. السؤال رقم 10 هو سؤال باللون الاحمر، بهالجواب مطلوب الصراحه. سمي لي ممثلة من هالممثلات يلي رح أدلك إياه هون بتستبعديها عن تأدي الدور بمسلسل من كتابتك. أما معقول؟ معقول جاوب على هيك سؤال؟ معقول. الممثلة دليدا خليل، دانيلا رحمة أو ستيفاني صليبة؟ لا 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 ما بقدر أقول هيدا، ما بقدر جاوب على هيدا السؤال. عيب. بس في حدا منهم بتستبعديه؟ إذا ما بدك تسميه، بس في حدا على القليلة بتستبعديه منهم؟ فيك تقولي إيه وما تسمي إذا بدك. رح أعتبره نص جواب. ولا حتى في جاوب هيدا الشيء. السؤال رقم 11. سقطت؟ لا ما سقطت، معلش. هي قطعنا لك إياها. أنت طباخة فاشلة على فكرة. وعندك سجل حافل بحرق الطبخات. غير المطبخ وين نقطة ضعفك؟ يعني وين نقطة الضعف اللي عندك اياها غير الطبخ؟ بدورك كأم يعني كربة منزل. التنظيم. ما بعرف نظم الأشياء، ما بعرف يعني بقرر إنه أمشي على
نظام معين، هيدا مش وارد، ولا حتى اذا بقرر الصبح عشية بكون راح، ما بتزبط. ماني شخص منظم، ماني شخص بقرر بكره شو بده يعمل، بقوم بيعمل اشياء مثل ما هي. لا، بقوم الصبح مقرره مثلا اوعى الساعه 9، بلاقي حالي وعيت الساعه 12 مقرره اعمل هيدا الشيء على الساعه 1، بقرر اغير رايي. النوم هلا رح نحكي عن قصتك مع النوم خلال الحلقه. صح. وليه تطلعوا مثلي؟ لانه انا ما نظمتهم هني وصغار، يعني ما في وقت للنوم، ما في وقت للاكل، ما في وقت للتلفزيون، ما في وقت للدرس، ما في وقت لشيء، عايشين عشوائيا. سؤال رقم 12 هو سؤال كمان باللون الاحمر. قبل ما تلعبي بطوله مسلسل قلبي داء، كان في اصرار من المنتج انه ممثله ثانيه تلعب هي الدور، ولكنك رفضتي وقلتي انت رح تلعبي هالدور، دور البطوله بهالمسلسل. مين الممثله يلي كان المنتج بده اياها انه تقوم بهالدور؟ لا، انا ما في اقول مين الممثله، كمان عيب يعني مش لذيذه، بس هو كان مصر انه يجيب ممثلة. انه قطع سنوات على المسلسل. ايه، انه هو كان بده يجيب ريتا برسونا. اوكي. وبوقتها ريتا كانت بامريكا. ف بس بغض النظر اذا ريتا او يعني، مش لانه اسم ريتا، لو اي حدا قال لي، اي حدا، انا قلت له انه هذا المسلسل كتبته لإلي. فهو اصر انه لا، انا بدي اجيب ريتا، فقلت له اوكي، فاذا انه انا باخذ المسلسل بروح ببيعه، وهيك صار. السؤال رقم 13 هو سؤال من رئيسة تحرير مجلة لها فادية فهد، بتسألك: كارين نجمة متألقة في الدراما اللبنانية، ما الذي يعيق اليوم التقدم عربيا؟ لا أبدا، ما في شيء بعيق، بالعكس، هيدا هو هيدي الخطوة اللي جاية بالمبدأ، مفروض. يمكن ظروف شغلي قبل، وبعدين انا بكتب مسلسل، يعني عندي 3-4 اشهر بكتب، 3-4 اشهر بصور، خلصت السنه، واذا بكون اخذ مسلسل ثاني كمان، يعني خلصت السنه، ما كان في وقت. صار كذا اتصال مع كذا حدا، بس ما كانت عم تزبط الاشياء، بس انقال رد انه جاي الايام. قد ايه بياخذ وقت يعني كتابه المسلسل؟ قد ايه بتاخذ وقت؟ هلا حسب سرعه الكاتب، انا حدا شوي بطيء، انا باخذ بال4-5 اشهر لخلص مسلسل. يوميا؟ بخلال هال4-5 اشهر يوميا؟ لا، لانه انا شخص مودي شوي، يعني أوكي. ممكن يقطع جمعه ما اكتب، ممكن ارجع اكتب حلقه بنهار، ممكن حلقه تاخذ معي 7 ايام، كل يوم قوم واقعد، انه في في شوية من صفات الفنان انه يكون مودي، والله يساعد اللي حواليه ساعتها. السؤال رقم 14 تعرفتي على الممثل فادي شرب بالجامعة، وتوددت علاقتكم بعد العمل ببرنامج للأطفال يلي هو كيف وليش، يلي كلنا نحن قربين عليه، وأنتم كنتوا أصلا صغار بوقتها يعني، وبمسرحيتين مع دادي فرح يلي منوجه لها كمان تحية. سؤالي لك: هل عملك بمسرح الأطفال ومن بعد ثنائيتك مع فادي شربل أثروا على صورة كارين كممثلة درامية، وأخر إيمان المنتجين والكتاب والمخرجين بموهبتك؟ أكيد، بس مش العمل مع الأطفال، لا، لأنه مش هيدا اللي أخر هيدا الشيء، هو مسلسل مرتي وأنا وعائلة عفرد ميلي، وهو لأنه أنت لما بتنطبعي بطابع كوميدي بصيروا يحطوك بخانة الكوميدي، أنه ما فيها تجي تكون تمثل دراما، لانه هي كوميديان، انه ما حدا رح يقبضها جد، ما حدا، يعني ما بعرف ليه نحن شوي بنصنف الناس، مع العلم انه بكل بلاد العالم يعني الكوميديان بيمثل كل انواع ال يعني المسرح، التلفزيون، السينما، التراجيدي، الدراما، شو ما كان، الا عندنا لما دائما الواحد بينطبع، فكان بدها شوية إفار مني لحتى أقدر أطلع. بتحبي؟ وأكبر برهان إنه ما كان بده يعطيني الفرصة بقلب داء مروان حداد، بوجه له تحية أكيد، لحتى رحت وأنا أخذتها بالقوة. أصريتي وأخذتيها. بتحبي هالمرحلة؟ يعني مرحلة كيف وليش بتحبيها، ولا بيزعجك بس الناس مثلا تذكرك فيها؟ لا أبدا، بالعكس، لأنه نحن كثير بنحبها. إيه، ما في شيء اشتغلته بيزعجني، وكانت كنت بعدني بالجامعة أول سنة، وكان أرجان دو باش بالنسبة لنا، نحن عم نشتغل وعم طلع مصاري، وكان شيء يعني. رح نرجع نحكي عن هالموضوع، لأنه هالبرنامج بالتحديد والشخصيات يلي لعبتوها طبعت بأذهان كل الأطفال بهديك المرحلة، وبعدها عايشة معنا لليوم، يعني بعدنا بنتمثل فيها، وبتصور ما كان
يعني ما اجى غيركم من بعد كون عمل نفس الافيه اللي انتم عملتوها بهداك الوقت. السؤال رقم 15، كيف اكتشفتي انه عندك موهبه الكتابه؟ اجت على كبر الموهبه؟ لا، هو نحن بالجامعه بناخذ طبعا كتابة. اكيد. فانا كنت دائما علامتي 18 و19، وكان الاستاذ دائما مبهور فيي، بس انا ولا مره اخذتها للشغله جديا. وقت اللي بلشنا نشتغل مرتي وانا، نحن كنا نكتبه، يعني انا كنت اكتب يعني لنقول السيزون 40 حلقه، انا كنت عندي 20 حلقه من نصيبي يعني. وطبعا لما بتبلشي تكتبي بتعرفي انه اصعب انواع الكتابه هي الكوميدي طبعا، فاهين بكثير انك تكتبي دراما، اهين لفتي من ما تضحكي اصلا. اكزاكتلي، ولفت انك عم تكتبي كوميدي معناتها انه قادره تكتبي بسهوله دراما. يمكن الوقت بوقتها ما سعفني وكنت عم بشتغل، وبتعرفي انه كل السنه انت عم تشتغلي ما عندك وقت تفضي حالك وتروحي. اول مره فضيت حالي وقت اللي كتبت فكره قلبي دق وكل شيء، كانت سنه اخذناها كنت عايشه فيها بكندا. رحنا على اساس انه بدنا ناخذ الجنسيه، فعشنا سنه اخذتيها؟ ما اخذتيها؟ شحطونا عفشونا زعبرنا بقى، قعدت سنه هونيك، كانت سنه سباتيك بالنسبه لي، ما عم بعمل فيها شيء. بس نحن استفدنا، حضرنا مسلسل حلو. فهوني قررت انه اعمل دراما، وهيك بلشت الفكره. مزبوط انه بتقعدي مع اصحاب ولادك وبتصيري تساليهم عن الافكار يلي عندهم، تستوحي هيك من افكارهم، بتطرحي عليهم افكارك، بتشوفي اذا رح يتقبلوها؟ ايه، لانه بحس انه ضروري انا اعرف هيدا الجيل كيف عم بفكر، وشو الاشياء اللي عم تستهويه، وليش عم بيحضر نتفليكس ما عم بيحضر اشياء ثانيه، ليه ما عم بيحضر تلفزيون اللبناني، ليه ما عم بيحضر، ليه ما بيحب الدراما اللبنانيه مثلا، ليش، شو الفرق، شو بدهم هول الناس، ليه؟ اختيار الممثلين باعمالك شرط؟ يعني انت بتحطي شرط انا بختار الممثلين ولا لا؟ لا طبعا شرط. شرط لانه انا بختار الممثلين يلي انا بعرف شو بدهم يعطوني، وين مطرحهم، وليش هول الناس. عم تكتبي حاليا؟ عم حضر حاليا. مسلسل؟ عم بحضر 3-4 افكار لمسلسلات قصيره. السؤال رقم 16، قبل ما اسالك هالسؤال رح نشوف سوا هالفيديو. مش كل الناس بيعرفوا انه انت هي الست حشوره ببرنامج كيف وليش. انت كنت هي الست حشوره يلي هي محبوبه الاطفال كانت. اليوم كارين رزق الله، شو بتقولي لكل حدا بيتحشر بحياتك الخاصه؟ لكن ما بلوم الناس اذا جربوا يتحشروا، الناس بطبعها بتحب تعرف الاشياء. بركي اوقات بحبوا، يعني ما بعرف ليه، نحن اوقات بنركض نطلع على غيرنا بالوقت اللي فينا كثير، او بهيدا الوقت اللي عم نطلع فيه على غيرنا نعمل كثير اشياء ثانيه. ما بلومهم، بالعكس يعني بفهم ليش جزء الناس، لأنه من لعبه طبيعي. السوشيال ميديا اثاره حشريه الناس ولا لا؟ هو اكيد اذا انت بدك تشتغليها صح، هو اكيد يعني حتى اذا عندك عمل بتبلشي تحطي لهم تيزر صغير قبل بوقت، تسالي تعملي تشيلي تحطي. هلا انا ماني كثير اكتف، هلا عم بعمل افار شوي لحتى صير اكثر، بس ايه هو كل الدنيا قايمه على حشريه العالم. انا ليه بحضر فيلم ترو ستوري؟ لانه عندي حشريه. ليه عم بحضر هالمسلسل؟ انا عندي حشريه، اعرف شو بده يصير. يعني الدنيا قايمه على الحشريه، فاذا نحن عايشين من وراء حشريه العالم كيف بدي لومهم على حشريتهم؟ السؤال رقم 17 صريحه، هو سؤال من ناشرة موقع بصراحة الصحفية باتريسيا هاشم. كارين رزق الله مفضلة بالكوميديا أو بالرومانتيك كوميدي عند معظم الناس، مع أنك حاولتي وجربتي التراجيديا بس الناس ما حبوكي بنفس القوة، أمتي رح تعترفي بينك وبين حالك أنك أنجح بالكوميديا وترضخي لحكم الجمهور؟ أنا لا أكيد ما بعترف بهيدا الشيء، وبعتبر إنه يلي قالته باتريسيا بوجه لها تحية أكيد. مش مزبوط. الناس بتحب تحضر أكثر أشياء شوي، هلأ خاصة نحن بالمراحل يلي عم نمرق فيها، بتحب تحضر شوي، صارت مشتاقة إنه ترجع تحضر شيء بضحكها، شيء ما تفكر فيه، شيء بريحها،
ما تحضر اشياء كثير قاسيه. بس كممثله انا لا، اكيد انه الناس ما بتفضل هيدا الجانر هيدا الجانر، بالعكس بتحبك بكل حالاتك الناس. بس هو هلا انت بتمرق بمرحله الناس عبالها تحضر دراما، بتمرق بمرحله عبالها تحضر كوميدي. إيه هيك رح نرجع نشوفك بالرومانتيك كوميدي. ايه ليش لا، اكيد انا بحبه هيدا النوع، عرفتي؟ واصلا حتى بعز دين الاشياء التراجيدي اللي كتبتها ما بقدر ما دائما في فيها، لانه هيدي انا دائما في شيء، دائما في كاركتر، دائما في شغله يعني. والحياه هيك، الحياه مش على طول جديه، بعز دين الموقف الجدي في اوقات بده يصير شيء وتضحكي اصلا باكثر المواقف الجديه بيضحكي. مزبوط اكزاكتلي. سو هي هي الحياه، الحياه هي خلطه. السؤال رقم 18 هو سؤال باللون الأحمر. مين هي الممثلة الرقم واحد بلبنان اليوم بنظرك ككاتبة مش كممثلة؟ أكيد ليكون جوابك موضوعي. رح أترك تفكري بالإجابة وتعطيني إياها بعد البريك. مشاهدينا بنتوقف مع أول بريك بحلقتنا لليلة، ما تنسوا تشاركونا تعليقاتكم على هاشتاج MTV40. لحظة نرجع مع 40 لليلة وضيفتنا الممثلة والكاتبة كارين رزق الله. كنت سألتك قبل الإعلان مين هي الممثلة بالنسبة لك رقم واحد بلبنان ككاتبة؟ هيدا سؤال أنا ولا ممكن جاوب عليه، لأنه شغلة كتير بشعة أنك تسمي حدا وتتجاهلي ناس تانيين، بالوقت اللي كل ممثلة بلبنان عندها جمهورها وعندها الناس اللي بتحبها ويلي بالنسبة لإلهم هي نمبر وان. سو أكيد ما في حدا رح يجتمعوا عليه كل العالم. اليوم إذا بتنزلي هلا على الشارع وبتسألي رح يسموا لك 7-8 أسامي. كل ناس عندهم مثل معينة بحسوها هي الإيدال تبعهم، هي اللي بحبوا يشوفوها، هي اللي بحبوا يتابعوها، وطبعا نحن لازم نحترم هيدا الشيء. السؤال رقم 19 هو سؤال باللون الأحمر ورح نحكي شوية سياسة. عندك غضب كبير على السياسيين بلبنان وهالشي بتعبري عنه على تويتر بشكل دايم، بدي منك تسميه لي سياسي من خارج الثورة بتعتبري أنه بيستحق ينعطى فرصة تانية من قبل المجموعات التغييرية، في ولا ما في؟ السياسي موجود حاليا يعني؟ السياسي موجود ولكن فرصة. هو مثلا من خارج الثورة يعني موجود بالسلطة، بتقولي أنه لازم ينعطى فرصة تانية أو بيستحق أكثر من غيره؟ ليكي هلا بكون كثير كذابه اذا بقول لك انه في 128 نايب، انا بعرف كل شخص منهم وبعرف انجازات كل شخص منهم وبعرف نفسيه وعقلات كل واحد منهم. اكيد لا، يمكن في كثير مش بس واحد بينعطى له فرصه ثانيه، يمكن كانوا مستقلين ما قدروا يعملوا شيء، يمكن كانوا مضطرين لحتى يوصلوا انهم ينزلوا على ليستة حدا. وطبعا انت لما بتنزلي على ليستة حدا بتكون الكلمه الاولى والاخيره مش لإلك. فما بدي اظلم وما بدي سمي حدا، بس بدي اقول انه نحن عندنا خيبه من الطبقه اللي موجوده، لهيك صار حيلا اسم بيعملنا حساسيه من الموجودين هلا بعد. رح تنتخبي ب 15 ايار؟ اكيد. مين رح تنتخبي؟ رح تنتخبي المجتمع المدني ولا بعد ما بعد ما حسمت أنا ما قرارك؟ أنا ما بعرف مطرح ما رح انتخب مين رح يكون نازل. وين بتنتخبي؟ لهلا بعدني بنتخب بمزارع تشوف. سو ما بعرف مين نازل هنيك لحتى أعرف مين بدي انتخب. وبس بدي أقول لك أنت بارانتيز إنه أنا منتخبة مرة واحدة بحياتي، كان عمري 21 سنة. يعني أول مرة انتخبتي كنت بعدك محمسة؟ وبيعطاني الورم، بيعطاني الورم، روح انتخبي بصيدا. اوكي روح انتخبي فلان الفلاني. قلت له اوكي. اعطاني رحت وقتها. هلا مرق يعني 4 سنين مرق على الموضوع مزبوط؟ ايه 4 مزبوط. ايه 4 سنين صح. ايه انتخبت بوقتها بهية الحريري. اوكي. وبتذكر انه انا فايتي لانتخب وفي ناس بيشتغلوا مع بهي الحريري اجوا بدهم يعطوني ورقه، فانا عيطت عليهم قلت لهم انا معي ورقه وانتم ما تاثروا علي وعلى قراري، وهو عاطيني ورقه لبهي انا مش عارفه شو عاطيني لحتى انا انتخب. وهي كانت بعدين كبروا عقلاتي، فهمت انه ما كان في حدا انا بقدر روح انتخبه وكون على ثقه انه هو رح يعمل شيء. بس السنه كل الاصوات عم بتناشد الناس انه روح ننتخب لانه
بالانتخاب بس بصير التغيير. أكيد، وأنا أول وحدة عم ناشد وبدي ناشد كل العالم وكل حدا صار عمره 21 سنة هلأ يروح يخلص وراقه حتى ينتخب، لأنه نحن بدنا أعداد أكبر، بدنا نغير. يمكن نقدر يمكن لا، بس على القليلة على القليلة احترامنا لنفسنا، احترامنا لكرامتنا بتقول أنه لازم نجرب ولازم نعمل هالخطوة. زبطت زبطت، ما زبطت نحن جربنا، مش نحن شعب راضي. السؤال رقم 20، رحتي على باريس بفترة الأعياد مع بناتك، وكان واحد من أهداف السفرة أنكم زوروا المتاحف سوا، بس معقولة بتحبي المتاحف لدرجة أنك تنطري من 10 الصبح للخمسة بعد الظهر تفوتي على المتحف؟ أنا كنت فليت لو بنتك، يعني أنا كنت تركت الماما وفليت. ليكي شو صار معك؟ لا ما صار شيء، المشكلة وين؟ إنه أنا حجزي للسفرة من قبل بوقت، بس بلشت قصص الكورونا، في كورونا ما في كورونا، بنلغي ما بنلغي كذا، فما قدرت أحجز أونلاين التيكتات اللي عادة بتحجزيهم أنت. صحيح. فقبل بيومين من السفرة قلنا خلص بدنا نسافر، سفرنا مش حاجزين شيء، وصلنا لهونيك على أساس إنه باريس مسكرة وعلى أساس إنه الدنيا قايمة قاعدة وما في سواح وما في شيء، طلع إنه كل شيء فاتح وكل شيء عال، وما فيك تروحي لمطرح وتلاقي تيكت لانه كله محجوز قبل ما بعرف قديش، فمضطره تروحي تنطري تتفوتي، واكيد مش رح توصلي على باريس وما تفوتي تشوفي، ولازم تشوفي. على بأي بأي متحف نطرته كل هالوقت؟ نطرنا باللوفر. اوكي. اصلا كان مفول اللوفر، ما كان فيه ولا تيكت، فاضطرينا نفلنا رجع نجي ثاني نهار. ولادك ما عندهم مشكلة نطرتيهم كل هالوقت؟ لا، ما حدا بيسترجي يفتح تمه في متحف بده يفوتوا يشوفوه يعني، والا في ذبح يعني. بس بحبه، مش انه مش غصب من عنهم، بس انه كان بفضله يعني يروح يعمل شيء ثاني، بس في اشياء ضرورية بالحياة. السؤال رقم 21، إذا بدنا نرجع لأبرز الأعمال الدرامية المحلية بآخر كم سنة، منشوف أنه في شبه سيطرة للكاتبات النساء، وهذا شيء كتير حلو، وخصوصاً ثلاث أسماء: كلوديا مارشاليان، نادين جابر، وأنت. طبعاً منوجه لهم تحية. بدي منك بكل تجرد تعطي رأيك بأعمال كلوديا وبأعمال نادين. شو بتحبي عند كلوديا؟ شو بتحبي عند نادين؟ ما بدنا ننسى كمان منى طايع. صحيح. أول شيء من تأمين نحن، من تأمين إنه طبعًا. على القليلة نحن مسيطرين على دومين معين. بس أرجع بس وضح شغلة، لأنه بآخر كم سنة كانوا كلوديا ونادين وحضرتك أنتوا إذا بدك يمكن هي شوي كانت بعدت شوي. بنصوص كلوديا مارشاليان بحب عندها لكلوديا كتير الخيال. كلوديا بتبلش بالقصة بمطرح بتاخدك على مطارح أنت ما بتفكري فيها، عندها خيال واسع كتير وجريئة بتكب حالها بتروح. يعني أنا دايما لما بكون عم بكتب بكون إنه لا، إنه معقول يصير هيك؟ إنه لا، عرفتي؟ هي لا، مجنونة، بتجن، بتكتب، بتروح، ببلش المسلسل بمطرح، بيخلص بمطرح شكل، بتحسي إنه شو صار لها، عرفتي؟ بحب الجرأة اللي موجودة بنصوصها، وبحب الخيال اللي كتير كبير وواسع يلي موجود عندها. ونادين جابر؟ نادين بحب كتير الخلطة اللي بتعملها. نادين كتبت عدة كمان أنواع وكانت لذيذة، وفي عندها أعمال قطعت كتير مهضومة، فيها ساسبنس، فيها كذا. هلأ نادين يمكن عادة عم تكتب مع شخص ثاني، ما بعرف إذا عندها مع شخص ثاني. عندك مشكلة ولا بتفضلي تكتبي أنت لوحدك؟ لا، ليكي أكيد بفضل أشتغل لحالي، بس بنفس الوقت بحب جرب هيدا الشيء، لأنه بحس كمان لما بتحكي مع شخص بيطلع أشياء جديدة. أصلاً إذا أنت بتروحي بتخبري القصة لثلاث أربع أشخاص كل مرة حدا، بتلاقي مع رابع شخص صارت غير مطرح. يعني بحس إنه في منافسة بيناتكم، يعني أعمال غيرك بتشجعك إنك تكتبي أحلى؟ إيه أكيد، دايماً بس تشوفي عمل حلو بيستفزك، بتحسي إنه ليه؟ أنا بدي. سؤال رقم 22، هو سؤال باللون الأحمر، وراح نرجع نحكي سياسة.
إذا رجع الاختيار لك، مين بتختار يكون رئيس جمهورية لبنان بتشرين الأول 2022؟ ولا حدا من الأسامي اللي منعرفهم. شي رجال أو شي مرة مش غلط، مثلا اقتصادي، راس كبير، عنده علاقات خارجية، يقدر يسحب البلد على مطرح جديد، يقدر يجيب استثمارات، يقدر يعطي ثقة للناس لحتى ترجع أو لحتى ما تفل، لأنه اللي بعده موجود يمكن عم يفكر يفل. إنسان يعني ما بدي أقول رجال بمعنى رجال كميل، بدي أقول إنه شخصية رجال، حدا يكون كلمته كلمة، حدا كلمته كلمة، حتى مرة، يعني ما بدي أقول مرة رجال، أكيد مرة كلمتها كلمة أو رجال بنزهة امرأة، خلينا نقول. بدنا شخص مسؤول نظيف بحب البلد وبده مصلحة البلد، وحدا يقدر يكون عنده، يعني يكون هو بشرف لحتى ما في يقدر يعمل. ما في ولا اسم يخطر على بالك بهالمواصفات من الموجودين؟ لا. السؤال رقم 23، بتعتبري انه مشاركتك بمسلسل 350 جرام مع الممثل عابد فهد دعسة ناقصة، بما انه دورك ما كان مؤثر بمسار الاحداث بالمسلسل، شو اللي صار بهالمسلسل لا صار فيها البلبلة حواليه، ولا انت ما حبيت دورك واعتبرتي دعسة ناقصة؟ وقت عرض علي المسلسل كان مكتوب منه 15 حلقة، وكانوا بالمبدأ وقت الكاتبين ال 15 حلقة ما كان في دور نسائي أساسي، فلما قرروا إنه لا بدنا نجيب بطلة نجمة تكون بوجه عابد، قرروا إنه يكبروا الدور شوي، كبروا الدور. هي مش مشكلة تكبر الدور كمساحة، هي إنه يكون له دور، يكون فعال بقلب المسلسل، مؤثر. فبأول 15 حلقة وقت اللي تزبط الدور رجعت قريته مرة تانية أنا، لأنه طبعاً وقت اللي إجاني أول مرة رفضته، وقت رجع إجاني تاني مرة حسيت أنهم مغيرين إشياء، حسيت أنهم عم بيبنوا شيء لحتى بال 15 التانيين يكون يبين التأثير هالقد فظيع اللي بده يصير. بطبيعة الحال أنا بعرف أنه لما بتكون الكاتبة كاتبة 15 حلقة وبترجع تكبر دور معين أو تحطوا ان ريلياف لحتى يقدر يكون فعال، ما بتقدر كثير تعمل باول 15 لانه والا بدها تهد المسلسل كله، يعني انا بدها ترجع تشتغله عن جديد. ففهمتها وقت اللي قالت انه قد ما في عملت بهول ال 15 بس بال 15 الباقيين رح يروح اتجاهه هيك 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 هيك، وهيك صار الاتفاق، وانا على هيدا الاساس مضيت وعلى هيدا الاساس مشيت ورحت. فوعدوكي بشيء وما تم الالتزام فيه؟ طبعا رحت لهونيك لقيت ما في شيء منه. صار في تآمر عليكي ولا بتقولي انه لا ما في هالنية السيئة بالموضوع؟ لكن ما بدي افكر اذا في او ما في، بعرف انه انا تعلمت شغله انه ما اوثق بقى الا ما اشوف النص كله مكتوب قدامي. السؤال رقم 24 هو سؤال من الصحفية بجريدة النهار اسراء الحسن، عم بيتابع الجمهور العربي أعمال درامية على المنصات الرقمية، وين كريم رزق الله اليوم من عالم المنصات؟ وفي حال قررت الدخول بلعبته الدرامية هل خياره ممكن يروح على فيلم أو مسلسل؟ وشو القضية اللي بترغبي أنك تدوي عليها؟ أكيد أنه الاتجاه اللي جاي أو الأيام اللي جاي رح تاخذنا على هيدا المطرح، لأنه خلص هيدا العالم صار موجود ولابد منه. فيلم يمكن ما بتفرق معي إذا فيلم أو مسلسل، أكتر من ما بهمني شو عم بيقول هيدا الفيلم أو المسلسل. في قضية ببالك حابة توصليها أو تحكي عنها بعد ما حكيتي عنها؟ أكيد في كتير إشياء، في إشياء فيك تحكي عنها وفي إشياء ما فيك تحكي عنها. في إشياء بتخص لبنان ما فيها تنزل على بلاتفورم لأنه ما بهمهم الموضوع، يعني بدك تشوفي كمان شو مستلزمات العمل، عرفتي؟ بس الأكيد الأكيد أنه ما رح أكتب شيء أنا مش حبته. تبعنا فيلم أصحاب ولا أعز ومسلسل البحث عن علا يلي حققوا انتشار كتير كبير، وطبعا تحية لكل الممثلين يلي اشتغلوا بهالأعمال، بس كمان كان في كتير انتقادات، حضرتيهم؟ صار لك تحضرهم؟ حضرتهم اثنيناتهم.
شو رأيك فيهم؟ بينشاف الحال فيهم. كتير حلوين الفيلم. يعني ما رجعت صرت اقرا الانتقادات لشوف شو ما فهمت انه شو عم ينتقدوا شو صار انه ما فهمت عن جد ما فهمت شو صار ليه شو بالعكس الفيلم كتير حلو والممثلين كانوا بياخذوا العقل وبينشاف الحال فيهم وحضرت كمان فايندينغ علا كمان حبيت حبيت طريق طرح الموضوع الكوميدي اللي موجوده فيه حبيت بالعكس عمال بينشاف الحال فيهم. السؤال رقم 25 هو سؤال باللون الأحمر. حذف لك لأمن العام شي مرة مشهد من مسلسل لإلك؟ صراحة وشو كان هالمشهد؟ لا ولا مرة ولا مرة. تعرفي لأنه أنا لما بكتب عندي سانسور ذاتية يعني أنا بعرف وين حدودي وامتين وشو اللي فيي أقوله وشو اللي ما فيي أتخطي. أوقات بينتقدوا الناس أنه كارين دايماً بالمسلسلات بتحمل كيس واين أو في الكار أنه نحن بمجتمعنا هيك عايشين نحن بالليل بس بدنا نتعشى إذا ظاهرين نسهر بريستوران ما بنشرب سوفت درينك صح نشرب واين اذا بدهم نشرب سوفت درينك على التلفزيون فينا يعني بس مش هي الحقيقه يعني انت كل ما بتقربي من الناس وكل ما بتقربي من من من, من حقيقه حياتنا كل ما بصدقوكي اكثر وبيقبضوكي جد اكثر. السؤال رقم 26 بلش حبك للتمثيل من المدرسة وكنت تشاركي بمسرحيات آخر السنة ولكن كان بيك ضد أنك تدرسي التمثيل بحكم أنه عائلتكم كانت كتير بعيدة عن الأجواء الفنية. بمين تأثرتي بهذيك الفترة من الممثلين؟ ليكي بالنسبة لإلي بهذيك الفترة عالم التمثيل بحد ذاته كان فيه شيء مثل السحر بالنسبة لإلي. يعني كنت حب إني أعيش حياتات ناس تانيين أعيش شخصيات ناس تانيين أعيش حالات أنا ما بعيشها بحياتي العادية. هيدا يلي شدني. ممثلين كان في كتير ناس حبهم بس من الممثلات اللي كتير بحبها وبعدني لليوم بحبها كانت سالي فيلد. بحسها من أهم الممثلات يلي موجودة حالياً بعدها ومن الممثلات يلي يمكن ما أخذوا حقهم قد ما كان لازم ياخذوا حقهم. عم نشوفك بالصورة قديه كان عمرك هون يمكن شي ثلاث سنين؟ شي سنتين 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 وشوي سنتين من ثلاثة. ايه انا الزرقاء ايه هالميل وهي انت كمان ايه هيدي بالبريمير كوميونيون كنت عم انا رتل. كيف رجعتي قنعتي بيك بموهبتك؟ ليكي ما قنعته بس انا شخص عنيد وشخص لما بعند على شغله وبده يعملها بيعملها. السؤال رقم 27 وقفتي امام ممثلين شباب كتار بالاعمال يلي قدمتيها سواء كانت من كتابتك او لغير كتاب. مع مين بتحسي اكثر شيء نجحتي يعني كثنائي؟ مع كلهم بحس انه كل ثنائيه كان عندها النكهه تبعيتها والشيء الخاص يلي فيها. وانا بالنسبه لي شخصيا انا ما بحب ثنائيه اكثر من ثنائيه. بالنسبه لي كلهم مثل بعضهم كلهم بحبهم كثير كلهم تمتعت انا وعم بشتغل انا وياهم. بيبقى انه الناس طبعا اوقات بتفضل هيدا الشيء اوقات بتفضل هيدا الشيء. السؤال رقم 28 خلينا نشوف سوا هالفيديو. ايه يا بابا انا بتعرف قديش بعزك وقديش بقتنع انك انت بتستاهلي هالاهتمام وهالمحبه وانت بتعرفي قديش انا بحبك. والدك المهندس فرانسوا رزق الله قال لك انت بتستاهل النجاح وبتعرفي انا قد ايه بحبك. بيقول عنك انك عنيده. معه حق عنيده كثير وانا كمان بحبه كثير والله يطول بعمره ويضله فوق راسنا. بيك بعت لك سؤال
بقول لك باخرتي بدك تعملي مثل ما بقول لك او كمان بدك تعملي اللي براسك؟ وبيعرفني انف لا يعرف انه رح اقول له ايه وهز براسي وروح اعمل اللي براسي. شو بينصحك بيك وما بتقبلي نصيحته؟ هيته معانا منك بشي نصيحة. بينصحني أوقات بسمع إذا اقتنعت، بس إذا ما اقتنعت لو بدها تنزل السما على الأرض مش رح أعمل إلا يلي براسي، إلا إذا أنا عتيني يعني في يعني انتبهي. هلا هو عنده أولويات بحياته وأنا عندي أولويات، بيسوى إنه هو يكون عم بيقنعني بشي مزبوط بالنسبة لإله أولوية بس بالنسبة لإلي منه أولوية. سو هيدا خياري وهيدا الشيء انا بقرره، مع العلم انه بعصب وبصرخ وبقول لي عنيده وما بتسمعي، بس انه تعودت على هيدي الشغله. شي مره دفعتي ثمن عنادك؟ قليل بس انه ايه اكيد. شو كان الثمن؟ بس مش بامور كثير كبيره، يعني ما كان ثمن غالي. عرفتي؟ يعني أنا عندي شغلة بالحياة، عندي منطق كتير بس عندي الانتويسيون تبعيتي هي يلي بتوجهني. هلا الانتويسيون لما برفقها شي من المنطق هون ولا ممكن تغيري لي رأيي بشي. هلا إذا الانتويسيون شي والمنطق بقول غير شي كليا هون بحتار، بس بالإجمال برجع بلحق الانتويسيون تبعيتي. بتفركش أوقات بس عادة بتكون فركوشة صغيرة، بالأشياء الكبيرة كتير لهلا ولا مره صارت. ان شاء الله ما بتصير. نحن رح نريحك شوي ونتوقف مع تاني بريك بحلقتنا لليله. مشاهدينا بريك ومنعود لنتابع حلقتنا مع كارين رزق الله. نوصل للاسم الأخير من حلقة 40 لليلة والسؤال رقم 29. في قول شيء قبل السؤال؟ قولي. العناد اللي حكي عنه بي بالفيديو أنا أخذته منه. هو الشيء اللي بهدلك عليه أنت أخذتيه منه. الشيء اللي بعصبه مني هو حاله. هو بعصب من حاله، أنا أخذ كثير أشياء منه. أنت عندك حدا كتير من أولادك عنيد؟ اثنينات. مثلك؟ حلو. نشكر الله نحن عائلة. بهالسؤال رح نحكي عن ولادك بالسؤال رقم 29 وبالتحديد عن بنتك ناديا صديقتك المقربة. عندكم كتير أسرار مشتركة وعندكم كمان صفات مشتركة وأهمها النسيان. هيدا سبب كتير من المشاكل بيناتكم. اثنيناتكم بتنسوا وأكتر شي بتتخانقي مع ناديا ونايا بناتك الاثنين أنه كلكم تنسوا. صح. عندنا خصلة بالعيلة وكمان أخذتها من بي، بوجه له تحية. أنا شخص كتير بينسى وكتير طايش بيقولوا، ما بركز. اتوردي قلتي بالأول أنه منك منظمة. مني منظمة واتوردي، بتوصيني على شغلة بنسى، بتعطيني موعد بتذكر بعد يومين، بقلك برجع بتلفن لك بحكيكي بعد شهر. ما حدا من اصحابي بيزعل مني لانه تعودوا علي. ناتية طالعه مثلي وهيدا شيء بيعصبني منها كثير. فبقى انا مصيت على اشياء مثلا تعمل لي اياهم ومتكله انه خلص ناتية رح تعملهم. فبتوصل ناتية طبعا ولا معها خبر انه انا موصيت على هالاشياء، فبتخانق انا وياها فبتطلع فيه وبتقلي ما انا مثلك، فبضطر اسكت. هلا نايا اشطف زوم، نايا اكثر وحده فينا شوي بعدها انه بتتذكر الاشياء، فهي اجمالا هلا انا ما بطلب من ناديا، ناديا قست من نايا. خليك انت ركزي على نايا. هلا تركيزي على نايا بركي. هالطفله هيدي. شو قصه الكريدت كارد يلي ضاع بينك وبين ناديا؟ مع مين طلع بالاخر؟ ما يكون طلع مع نايا. لا، المهضوم انه بعتي اعطيتها لناديا كريدت كارد، قلت لها هيدا كريدت كارد، نحن ما عندنا كريدت كارد باللبناني، سو قلت لها هيدا صار في معنا كريدت كارد باللبناني، سو لما بدك تدفعي بس تكوني مقطوعه من الكاش، بتعرفي بهالظروف عم ننقطع من الكاش اللبناني بالمطاعم بالكذا، انه تدفعي بالكريدت كارد. قالت لي اوكي، اخذت الكريدت كارد. بعد شي شهر عم قلها ناديا دخلك هيدا الكريدت كارد ما عم تستعملي. قال اي كريدت كارد؟ قلت لها اللي اعطيتك اياه لتصرفي. قال انت ما اعطيتيني شيء.
تقبرنا بعطيتك ما عطيتك رح اخر شيء رح شك بحالي وانا البنك عملت لي نسختين لاعطيها وحده اخر شيء ناي بلا بلا احوي بالساك تبعها انا شفته مش الازرق قلت لها ايه راحت جابت لي فنايا بتعرف كل شيء شو ما بديع بالبيت نايا نايا المسؤول صح السؤال رقم 30 سؤال من الصحافه بجريده نداء الوطن روي ابو زيد نعرف انه عندك غرام باللوحات والرسم حتى انك مجمعه كثير منهم وعم تعرضيهم بمزادات علنيه اونلاين واصحابك اللي بيكونوا معك بيقعدوا ساكتين وبينطروك لتخلص المزاد وتربحي اليوم لو حياتك لوحه بيضه وبدك ترسميها عن جديد شو اول شيء بترسميه على هاللوحه وشو هو الشيء يلي ما بترسميه ابدا اكيد برسم بناتي شي ما برسمه ابدا ما في شي هالقد بشع بحياتي تما ارسمه ابدا يمكن برسم امي السؤال رقم 31 بصير معك قصص غريبه وقت التصوير يعني وقعت الدرج انت وحاملك الممثل وسام حنا وبتعملي كريزة من ورا حشرة اذا موجودة بالست التصوير شو اغرب شيء صار معك بالتصوير اغرب شيء كانت الوقعة اللي انه عن جد وقعنا وقعة كان فينا كتير ننقذي كان حملني وطالع وهو طويل وكان عم نصور بشاليه سقفه واطي وهو طبعا ما انتبه بده يكون مشوح شوي هو حد درابزين كان مفروض يمشي هديك الميله بس حملني مش متحكم كثير يعني بمشيته وطالع على الدرج وضرب راسه فوق وقلب اناريير يعني قلب اناريير حملني قلبته مع بعض قلبنا مع بعضنا اكزاكتلي وما عاد بده يفلتني لانه اذا فلتني فيه يأذيني وما فيه ما يفلتني لانه رح يجي على راسه من ورا انه عم يتدركب لورا فكانت لحظة مرعبة مرعبة يعني بتصيري عم بدك تشوفي كيف رح تخلص انه شو رح يصير عرفتي بس قطعت على خير يعني الحمد لله السؤال رقم 32 هلا هيدا الموضوع ما في امرأة منا مجربته بعتقد يعني الا اذا كان في حدا هالقد محظوظ كم سنة بحياتك عاملة دايت وكم مرة زبط الدايت؟ كل حياتي كل حياتي شوفي بس اخلص يعني آخر نهار تصوير من حيالة مسلسل ببلش الأكل ما بيوقف إلا قبل بشهر من المسلسل الثاني تحب الأكل؟ ما بحب الأكل بحب الأكل العاطل الجنك فود ايه بحب الحلو بحب الاكل اللي مش لازم ناكله بحب الاكل اللي بنصح ولا ماشي بس انه اذا بتقعديني على غدا انه صب بلا كبير لا مش هيدا ستيل ستيلي انه كيف ما رحت وكيف ما جيت يكون في شيء شيء تتسلي فيه شيء عم بشتغل فيه ايه واظهر واكل اكل اوريجينال واكل وحتى الشيبس والشوكولا اي هو المطبخ المفضل عندك؟ تونسي دقيقتي الكسكس حسب اذا معمول على الطريقه المغربيه او التونسيه لا على الطريقه التونسيه انا دايقه بس لازم تدوق الطبخ التونسي لانه بتصور هيدي كويزين يمكن مش اخذ حقها بالعالم بس الـ 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 هي كلها 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 سبايسز يعني صح. يعني ما فيك ما تتمتعي انت وعم تاكليها وكثير بنصح الاكل وصاحبتي التونسيه اطيب اكل هو الاكل اللي بنصح صح السؤال رقم 33 بنتك ناديا رح تخلص دراستها الجامعيه السنه وعم تتخصص بزنس ومن بعدها رح تسافر على لندن لتتخصص بالتمثيل وحطيتي لها شخص يدربها شو النصيحة يلي بتقولي لها إياها قبل ما تعمل هالخطوة المهمة بحياتها مين عطاكم هالمعلومات؟ مين عطيكي مصدري كمان أنا نحن شغلين على الحلقة شو النصيحة؟ شو النصيحة اللي بتعطيها إياها لبنتك ناديا قبل ما تعمل هالخطوة؟ عن عالم التمثيل لكن منا هينة أنك أنت تاخدي قرار أنك تروحي على مطرح مش مضمون مجهول ما بتعرفي قديش نسبة النجاح يلي رح تحققيه بس الحياة بلا ريسك
ما بتسوى. نصيحتي إلها إنه الحقي قلبك شو بدك، الحقي أنت شو بدك، الحقي حلمك. لو بده يكون حلمك بالصين الحقيقي، يمكن ما تاخديه بإيدك، بس على القليلة ما رح يجي النهار بحياتك تقولي يا ريت جربت ألحقه، يمكن كنت قدرت لقطته. هيدي النصيحة، وبقلها دايما إنه لما بدك تمثلي، لما بدك كذا، بجوز انت يمكن ما بتعرفي هاو تو بيلد ا كاركتر، بجوز ما بتعرفي، يمكن عندك تيك بتمك ما بعرف شو، عندك مثلا شعرك مش ظابط كذا، كل هيدا اذا انت عم بتمثلي مزبوط واذا عندك احساس، كل هيدا بصير ثانوي، كله بيتزبط، بس الاحساس هو اهم شيء. بنتك نايا كمان عندها موهبه التمثيل ولا بعيده عنها؟ نايا عندها كمان موهبه، بس نايا ما بتحب كثير، كل ما عم تكبر كل ما عم تبعد اكثر عن هيدا الدومين. هي موهوبه اكثر بالاشياء سبورتيف. نايا بتلعب بيتش فولي بول وبتاخذ جوائز وبتلعب كثير حلو، وبتحب الاشياء اللي بدها مجهود جسدي. عم تحكي انه بتنصحي ناديا تلحق احلامها، بعد عندك شي حلم ما حققتيه؟ اكيد. مثل شو؟ اكيد كثير كثير عندي احلام ما حققتهم، بجوز اوقات حلمي كثير صغير، اوقات حلم اكبر، بس عندي كثير اشياء بعد ما حققتها، وما عبالي روح من هالدنيا بلا ما لقطهم. السؤال رقم 34. مزبوط بس خلقتي سموكي لاشهر فلانه، لانه اهلك ما كانوا يقولك اسم، وبعدين اخواتك ريما ويارا هن اللي سموكي كريم؟ صح، أهلي أول شيء كانوا متأملين يجيبوا صبي. كان عندهم بنتين وصبي، كان بدهم خي للصبي. كانوا محضرين اسم صبي وواثقين من نفسهم، وأمي كانت تقول إنه نفس إحساس وقت اللي كان الصبي معي، يعني هيدا صبي. طلعت بنت، فكانت أول شوك بالنسبة لإلهم إنه بنت. هي عدا الشوك الأولاني إنه ما كان بدهم بقى ولد رابع. فهي كمان. هي تاني شوك كان. تالت شوك إنه قرروا إنه يسموني رندلة. بس اصحابهم صاروا يقولوا لهم رندلة رزق الله، انه شوي ثقيل الاسم ومش كثير لذيذ وكذا، فقال ايه انه ايه مزبوط رندلة مش حلو، فما عادوا يعرفوا شو بدهم يسموني. بقي ست اشهر، انا صار عمري ست اشهر وانا ما عندي اسم. ببي اسمك كل اصحاب فلانة. لا فلانه فلانه كمان اصحابي كيف فلانه. ايه فلبعد ست اشهر اخواتي سموني، وتعمدت، كان عمري ست سنين، يعني اهلي دائما دائما مفخور، وانا الولد الرابع، عرفتي ما مالهم جليت انه ايه بنبقى تعمدت على ست صور ربيت لحالي، بس منيح انك مارونيه. ايه لانه العمادة على حمل الشمع لو اورثودوكس كانت مشكله، العمادة على ست سنين كارثه كانت، كنت حامله الشمع وفاتي فيها مثل كانه رايحه على الشعنينه لبسه طيار. السؤال رقم 35. رح نشوف سوا هالصوره. وقت اللي نزلت هالصوره قامت الدنيا وما قعدت. على كل حال انت شخصيه مثيره للجدل مثل ما قلنا باول الحلقه، بس اللي نزلت هالصوره كانت العناوين يلي تصدرت المواقع الإلكترونية بتقول كارين رزق الله شبه عارية في أحدث جلسة تصوير. بس تقري هيك انتقاد، أول شي شو بتحسي؟ وتاني شي ليه تصورتي هالصورة؟ كنت ما خفتي من الانتقاد؟ ما حسيتيها جريئة كتير لمجتمعنا؟ ما حسيتها جريئة أبداً، لأنه إذا بتلاحظي ما مبين فيها شيء للصورة. يعني اللي مفروض يتغطى مغطى، أنت إذا بتكوني لابسة شورت بتكوني بهيك بزت، يعني إذا بتلبسي شورت وتوب وجاكيت طويلة بيعطي نفس الإفة، نفس الشيء من دون جاكيت طويلة مع توب، إنه من فوق ما مبين شيء، من تحت ما مبين شيء. كنت عارفة إنها رح تعمل هالقد ضجة، ما فكرت انه معقول تعمل هالقد ضجه، بس ما زعجني الموضوع، لانه ما بحياتي عملت شيء مش مقتنعه فيه، وما بحياتي حسبت حساب شو بدهم يقولوا علي اذا انا عملت هيدا الشيء. ولو انا بفكر هيك كان في كثير اشياء انا بقولها ما كنت بقولها، لو انا دائما بدي ضلني سيف، بدي ضلني اللذيذه
ما بتقول رأيها لما تزعل حدا. إذا بدك ما حدا يزعل منك، بدك تكوني ماشي بالحياة. لما بدك تكوني أنت، بدك تتوقعي إنه ناس تزعل منك. ف يعني أنا بعتبر إنه هيدا رأيهم، وأكيد بحترم رأيهم، بس هيدا رأيهم، وهن ضروري إنه كمان يحترموا حريتي الشخصية. أنا حابة أطلع بهيدي الصورة. تعتبر حالك شخصية يا أبيض يا أسود؟ يعني واحد يا بحبك يا ما بحبك، ما في حدا رمادي تجاهك؟ في ناس بتعتبر أنه هيدا بحد ذاته نجاح، يعني إذا شخص كان رمادي بيكون مش ناجح إذا كل الناس بتحبه أو كل الناس ما عندها مشكلة معه. هلا أنا مني هالقد طاف أبيض أو أسود، أنا شوي دبلوماسية صدق. لا مع كل اللي عم تسمعي، بس عندي شوي دبلوماسية، يعني على القليلة بقول رأيي، بس ما بقوله بطريقة جارحة. عرفت؟ بقوله بطريقتك الخاصة. بطريقتي الخاصة. ما بعرف إذا أنا بيضة أو سودة أو هالقد بيعتبروني شخصية جدلية، ما بعرف، بس أنا ما بحس إنه أنا هيك. بحس إنه في كتير بعض ناس مجنين أكتر مني بالضمان، وبيقولوا الأشياء بطريقة هيك مثل كف. يعني السؤال رقم 36 هو سؤال من الصحافة إلي مرعب. مين الممثلة والممثل يلي عينك عليهم حتى يلعبوا دور البطولة بمسلسل جديد من كتابتك؟ إذا مسلسل مش أنت رح تلعب بطولته. هلأ خليني أخبرك شيء يمكن ناس ما كتير بتعرفه عني، بس أنا بطبعي مش كتير بحب أكتب. أنا بكتب لأنه بكون عبالي مثل شيء بكتبه. إذا ما بتحبي تكتبي وهيك النتيجة، كيف لو بتحبي تكتبي؟ يعني إنه لا بتعرفي، أنا كثير انعرض علي خلال هيدي السنين إنه أكتب نصوص لينباعوا لغيري. ما عملتها لأنه يعني بصير فكر إنه بدي أقعد 4 أشهر أكتب، يي كارثة. بس لما بكون أنا بدي أعمل شيء وعبالي أقول هيدا الشيء، عبالي يطلع عن لساني، عبالي أعمل شيء، عبالي أقول، عبالي أحكي، بكتبه لإلي. يعني أنا كتير صعب إنك تلاقيني كاتبة شيء مش لإلي، كتير صعب. ما بعرف إذا حتصير، يمكن تصير، يمكن، ما بعرف الظروف كيف. طب إذا هلا عندك مسلسل اليوم وطلبت منك تنقي ممثل أو ممثلة يلعبوا دور البطولة، إذا عندي مسلسل اليوم معناتها أنا كتبته لإلي. معناتها ولا ممكن ارضى انه وحده تانية تيجي تقشطني الدور لالي، يعني لالي في قتل، يعني بقتلها. طب مين الممثل دي اللي بتقولي حابه العب معه دور بطوله؟ كل الممثلين اللي لعبت معهم بحب العب معهم. بحب مثلا حدا ما لعبتي بعد معه؟ زافر عبدين. بحب العب معه، بحسه بمثل هيك ستيل اللي انا بحبه. السؤال رقم 37 قبل ما أسألك هالسؤال رح نسمع هالغنية. أحمر إلى خبزي أمي وقهوتي ولمستي أمي. أحمر إلى خبزي أمي وقهوتي ولمستي كارينا، انت خسرتي امك وانت بعمر 13 سنه، وربيتي انت وبيك بما انك صغيره البيت، واخواتك كانوا صاروا برات البيت. شو اكثر شيء بتحني له من ذكرى والدتك يلي اسمها ناديا؟ سميتي بنتك على اسم والدتك الله يرحمها. عم نشوف صورتها. شوفي الام بالحياه هي الامان. يعني لما بتخسري ام بتخسري امان الدنيا كلها، وكتير كتير صعب انك ترجعي تحسي فيه. بتصور اكيد يما ما رح اقعد عدلك انه كل الناس بتعرف شو يعني واحد يخسر امه، يعني يشتاق، يعني يبطل هالشخص موجود، خاصه يعني وقت واحد يخسر امه على عمر صغير. طبعا، بس الامان اذا بدك العنوان الاساسي يلي بقول لك اياه، يلي بقول لك مثلا في اشياء بتتعوض مع ناس تانيين، في اشياء ما بتتعب، في اشياء الحياه بتلهيك عنها، في اشياء بتكبري عليها. مثلا بتقولي انه بشتاق للغنج، بتوصلي لمرحله بتكبري للغنج، في اشياء بتتخطيها. بس الشيء الوحيد اللي ولا ممكن تتخطيه هو الامان. خلص بيروح. شو بتخبري اولادك اليوم عن امك؟ يعني وقتها بتشرحي لهم عن صوتهم، شو بتقولي؟ شو اكثر صفه بتتذكريها من امك؟
ليكي أنا إذا بدك ما كتير تعرفت على شخصيتها من جوا، لأنه أنا كنت كتير صغيرة، ما قدرت أعرف هي كيف بتفكر، هي مثلا شو بتحب شو بتكره، ما قدرت أعرفهم هولي كلهم. بس أكتر شغلة أساسية أنا عشت عليها هي الغنج. أنا كنت صغيرة البيت، وقلت لك جيت بعد 3 أولاد يعني أكبر مني ب 12 و13 سنة، يعني كان مثل لعبة بالبيت، فكانت كتير تغنجني. وهيدا الشيء أنا عملته مع أولادي انكونسيامون، يعني بغنجهم بطريقة جنون. يعني نادي عمرها 21 سنة رح يصير بعد يومين، بدي أعيدها من هون إن شاء الله يا رب الله يخلي لك إياهم وتشوفيهم أحلى أحلى بنات. بعدني لليوم بحطها بحرجي وبغنجها، لأنه أمي كانت تحطني بحرجة كان عمري 13 سنة وتغنجني، لأنه براسي من وراء أنه بركي متت على القليل يعرفوا قدي بحبهم، ياخدوا غنج يعني مثل واحد عم تعطيه مصاري ليدل معه مصاري، عم بعطيهم غنج لحتى يكفيهم على كل أيام حياتهم إذا أنا رحت مثل ما هي راحت بكير. هيدا الشيء اللي إذا بدك عملته معهم إن شاء الله بتضلك فوق راسهم يا رب، وبتشوفيهم عم يكبروا قدامك وما بتتركيهم أبدا. السؤال رقم 38، شو قصتك مع النوم؟ يعني معقولة حدا بينام على السات بوقت التصوير بيقولوا لك صوري مشهد نايمة بتاخد بتقومي بتخفي كارين؟ هيدول ما صاروا الا مع فيليب مخرج فيليب. مع فيليب لما بتصوري 23 ساعة من 24 ساعة مينيموم بتنامي على السات. ممكن توعي من النوم بعد الظهر؟ يعني بيقولوا لك مثلا بتقولي لحقوا على اليوم بكره الساعة 10، بتوعي مثلا الساعة 4 بعد الظهر؟ لا ما بتصير، لأنه في مسؤولية بالموضوع. بس اللي بيصير إنه بتخلصي مثلا تصوير الساعة 5 الصبح، الكول تبعك الساعة 9، توصلي على البيت شعرك مثلا صار له 3-4 أيام ما عندك وقت تحمميه، شعرك ما فيني خبري كيف، بتفكري انت انه هلا 5:30 وصلت، اذا بدي حمم شعري وارجع اعمل سشوار ونام بروح ساعة نوم، انا عندي هني هالساعتين بلا ما حمم شعري مثل ما انا بفضل نام. فمع فيليب بتكوني اوسخ مسلة على السد دائما، يعني ما في وقت تنتبه على حالك، بتكوني اكثر حدا تعبان، اكثر حدا نعسان، اكثر حدا اذا بدك بيكرهه لفيليب. بس دائما بتكوني عم تتمتعي بالشغل معه، والنتيجه بتكون كثير حلوه، وكل مره بقول له اخر مره بشتغل معك بس يخلص المسلسل بقول امتي بدي ارجع اشتغل معه. السؤال رقم 39، سؤال ما قبل الاخير رح نخلص. تعبانه؟ لا بالعكس منيح. ده اي حد ممكن تروحي بالجرأه بالدور يلي عم بتقدمي، يعني تقبل البوسة مثلا؟ هلا عم نشوف على المنصات، يعني عم نشوف جرأة أكثر بالتمثيل، تقبلي ببوسة؟ بتقبلي بمشهد حميم؟ ليكي أوريدي عملتها البوسة بمسلسلاتي يلي هن كانوا بلبنان. ليكي أنا بقبل بحيلا شيء مبرر وطبيعي وبيقدر يوصل المشهد مثل ما لازم يوصل. اما تجي جراتويتمون يعني انه بس بدك تعملي لا تعملي، انه بس اذا يعني وحده مع جوزها ليه بده يبوسها بجبينها مثلا؟ ما فهمت انه خالته امه مين، انه في اشياء اساسيات ما بتقطع، يعني بدي المفروض تنعمل مثل ما هي. وانا مع هيدا الشيء، مع انه بقى نتحرر من هالافكار. ليش الشيء يعني اللي بيصير بالحقيقه بس بنشوفه نحن على التلفزيون مننقذ منه هو بيكون بيصير بالحقيقة؟ نحن ما مننقذ منه إذا نعمل بالمطرح الصح وبالسيتويشن الصح. نحن مننقذ منه وقت اللي بينعمل بس تينعمل حتى يبيع. بتحب تلعب يعني دور بنت ليل؟ كتير. ليه؟ هيدا حلمي. إيه ليه بتطمحي لهالشي؟ شو السبب؟ دايما بتحبي تلعب الأشياء يلي بتظهرك من الكونفورت زون تبعيتك. يعني أنا بتبعي شخص خجول، حتى إذا بدي أقول مشاعري بطول كتير وبحور وبدور. بنت الليل هي شخص جريء كتير، شخص كابب كل شيء وراه، مش سئلين عن شيء. بيستهويني كتير هيدا الكاركتر وبيغريني كتير اني العبه، يمكن لاني بغار من جنونها وجرأتها وحياتها. وايمتى رح تكتبي هيك شيء؟ بس ما تاخديها من الناحيه النيجاتيف انه بدي. لا لا لا، يعني قصدك مفهوم اكيد من 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 شخصيتها.
عرفتي؟ فبيستفزني بيستفزني بيستفزني هيدي الشخصية، وبحس إنه بدي أعمل كتير جهد لحتى أقدر أعملها، فكتير بحب أعملها فيها. إيه وشكلي ما بيساعد، فرح يكون عندك مجهود إضافي. إيه صح. السؤال رقم 40 ختامها مسك. خلص ختامها مسك ومسك كتير كمان ورياحة، ورح أطلب منك تسمعيني تيتر لمسلسل من مسلسلاتك. إذا طلبت منك هلأ تغني لي بصوتي أنا؟ تيتر إيه بصوتك، لو حلو أو مش حلو مش مشكلة. أي تيتر بتختاري؟ بنقي أكيد الأهين لا عصوتي، فبنقي قلبي ده لأنه أهين شيء إذا بدي أطلع بهوليكي هلا بسبونا العالم. أوكي. قلبي ده قلبي ده معقول أنا بدي أغنيها ولا قلبي بلا كل اللي عم حسوا إلك أنت ولا بالك مرة قلبي ده. كارين زقلا انا بدي اشكرك كثير على هالحلقه الممتعه معك اللي هي مثل العاده مليانه صراحه وجرأة وعفويه وحقيقه. رح نشوف سوا انا وياك بالتابلو اذا في كم سؤال ما جاوبتي عليهم. سقطت؟ لكن هن السؤال رقم 10 والسؤال رقم 18 19 اللي هو ما سميتي مين الممثله الاولى وما اخترتي مين الممثل اللي بتستبعديها وما سميتي السياسية اللي بتعطيه فرصة تانية لأنه برأيك أنه ما في حدا يمكن بيستحق الفرصة. أوكي. وما أنك حابة تفوتي بلعبة الأسامي ما بعرف شو. لا ثلاثة مش كتير، لا مش كتير، كتير منيح لذيذ يعني 37 سور 40 اكسلون. ثانك يو سو ماتش على حضورك معنا لليلة. ثانك يو جيسيكا، مع انكم ما كنتوا كثير كثير لطيفين بس انه هيدا جمهورك طلب هيك على فكرة. انا استجبت لطلب جمهورك وان شاء الله تكون الحلقة رضيت حشريتهم ورضيت يعني استمتعوا فيها. وانا بستغل الفرصة وبسلم عليهم وبقول لهم اني بحبهم كثير، يمكن ما كثير بتواصل معهم لأنه شوي مثل ما قلت لك مش منظمة بس أنا بحبهم كتير. Thank you so much كارين، وإن شاء الله منشوفك بعمل قريب على الشاشة لأنه دايما منحب حضورك وما منحبك أنك تغيبي عن رمضان ولا عن الشاشة بكل الأحوال. شكرا مشاهدينا، شكر كبير لفريق العمل، تصبحوا على خير وأمل. Of the 13 unlucky at the table there. Really, it's a lucky day. Friday is the day of Venus, of love. And it's really a very manifestation day. Morning, Lisa. Very powerful day, very exciting day. For me, touch wood, it's always a lucky day. Let's have a look. I've got this deck. This is the Tarot of the New Vision. Tarot of the New Vision deck. And it's such a cool deck. It is, morning Nicola, it is the other side of the cards. So it gives you a different interpretation of it and a spin on the meaning. And I just think they're super, super cool. I did a reading for a lady yesterday and this just reminded me, this is where, when you're doing readings or when you're giving messages, it's so important that you give off what you get. It's literally like catchphrase, you give off what you get. It's morning Gem. And when I was reading for her, and I said blah 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 blah, and then I just see this duck, and it was an image that is in my room, so it's a psychic projection, and the part of the scarf or part of the dress, I forget now, had formed into this duck, and I just looked at it and thought, duck, I can't be saying duck to her, and ignored it, carried on. And she did have some other animals that come through as well as her loved ones, and the duck wouldn't go. So I kept looking at the picture and looking at her, and I was like, oh, I need to say. And I said, look, this is going to sound the most strangest thing, and it's totally random, but I just need to say it because it keeps getting my attention. Would you understand? Like, I need to give you a duck. And she said, yeah, that's amazing. I love that. I had a duck when I was younger called Gertrude. And then went on to tell me all about this lovely story of how she
nurtured this duck, saved this duck and how it grew with her and blah, blah, blah. So when we'd finished the reading, she was like, and the best part was, apart from the dogs that had come through, she was obviously a huge animal lover. One of the best parts was that the duck has made some acknowledgement. And I was like, you know, I almost dismissed it. Well, I did dismiss it with the first one. And then I thought, it's still cracking at me. So when you're doing readings, it's super, super important to use everything and not to dismiss anything, because what might seem crazy to you or anything that is, I don't know, dismissible to you could mean something super, super important to someone else. So, oops, a little bit of a lesson there. And here's my fairy friend to come to join us. Okay, so let's have a look at today's tarot message then. It is the Two of Pentacles. Quack, quack. It is the Two of Pentacles. So here we have juggling. So today is a juggling day. Today, Friday, it is actually, for me, linked into money as well. I've got my own reasons for that. Venus, Taurus, money. But there's a money connection there. Possibly Tuesdays as well, but money. But Fridays. Anyway, so money. So it's important today. I better crack on because of my battery. It's important today that you are weighing up things that are important to you, that you are trying to get a balance of things. Now, this card is great because it says that you can achieve what you're trying to balance. You can keep your head above water, even though you might be juggling everything and feeling like you're like robbing Peter to pay Paul a little bit, and you might feel that you're all over the place. Actually, you're all right, you're doing okay. So you can keep your head above water, you can balance things. Now, this card brings news of two choices, two important choices. You could have two jobs that you're looking to go for, two opportunities that you're trying to spin a little bit, but you can manage it. So it's saying that you will be doing the double, Gemma, don't forget your laptop charger. No, it's packed already. I've done it. So there's two things over here that's going to be of an important choice coming around you today. But you might find that you're going to do the two things, that you're just going to do the juggling of the two, perhaps two jobs, perhaps two homes there. And interestingly, I had this card once and I was like, why? How does this fit in a relationship? And she was juggling two people, choosing which one to go for. But it was based on material things. They were based on how much they earn and what house they had. So there's a strong material vibe here of juggling what's important to you and choices with a material or financial connection there. So have a look at what you are juggling around. It's got sheep in the background. I don't know if there are any significance to guys. We went away at the weekend to Cornwall and my Ollie kept calling the sheep goats, and we were having this huge debate of, it's a sheep, Ollie. And he's like, no, it's a goat. And then they're thinking, should I do this or should I do that? But actually, there's two aspects to something and you should be doing the two. That's what my vibe is for somebody particular out there. So it's going to be really important that you say yes to two opportunities, really, and you juggle those two for a little while. Money is there. It might be in one hand, out the other, but it is there. There's a flow of money coming around. So that's your go. That's your Two of Pentacles there. Okay, I'm not going to be able to get through many people because my batteries are flashing. But let's have a look. Susan, let's have a look for a card for you, Susan Lee Skies. You have the Empress. The Empress. Look at this gorgeous version of this Empress card. So the Empress card for you, Susan, is talking about nurturing yourself. There's a need for you to spend time in nature, spend time with family. There could be some family news that's coming in. It's a really great card for abundance, for growth, for settling down and just having great abundance all around, really. A strong connection to mum, or a strong connection to your children if you're a mum there, or even having children. But growth and nurturing and spending time in your own company, spending time in nature, doing some things that you like, Susan, are going to be really, really important over these next three. Never get it up on my phone, do I? Morning, Kaylee. Yes, catch you later, Gem. Finish off my final last little bits. And she says, oops, lovely cards there. Let's pick a card for you, Ange. Happy anniversary, by the way. Happy anniversary, 5 years. Okay, ooh, the Three of Wands has just jumped out, Ange. The Three of Wands, okay. So this is about planning.
This is about milestones. Threes in tarot are milestones. You've gone from the idea of the one, you put it into action of the two, and it's either working or it's not as it comes to the three. The three of wands is like something is working. There's more planning though. So you can see your obstacles, you can see your challenges, you can see things a little bit clearer than where you were before. So you're in a good position to be able to get things organized or plan things to take things to your next step. Manifestation comes with this card as well. Law of attraction, teamwork, working together with people to be able to bring growth, making things go, helping things to go to the next level, that next milestone, which is the six there. So it's a really positive card, Ange, about working hard, but planning the next part now. It's like you've come so far and it's good for your future there. And clearly, two groups, one the tutorials as well as other tips. Two groups, one if you work through Mavis Patillas group is open now, and one if you've just done it through me, however long, and you want to join in that. So just let me know, drop a comment here or search for the Tarot Community group. And yeah, if you're on Instagram, do follow me, Kate May Modern Day Mystic, because we'll be doing tutorials as well for your future there. And clearly being able to see that there is a future, that there is some possible. نوصل للاسم الأخير من حلقة 40 لليلة والسؤال رقم 29. في قول شيء قبل السؤال؟ قولي. العناد اللي حكي عنه بيي بالفيديو أنا أخذته منه. هو الشيء اللي بهدلك عليه أنت أخذتيه منه. الشيء اللي بعصبه مني هو حاله. هو بعصب من حاله، أنا أخذت كثير أشياء من بيي. عندك حدا من ولادك عنيد؟ اثنينات. مثلك؟ حلو. نشكر الله نحن عائلة. بهالسؤال رح نحكي عن ولادك بالسؤال رقم 29 وبالتحديد عن بنتك ناديا صديقتك المقربة. عندكم كتير أسرار مشتركة وعندكم كمان صفات مشتركة وأهمها النسيان. هيدا سبب كتير من المشاكل بيناتكم. اثنيناتكم بتنسوا وأكتر شي بتتخانق مع ناديا ونايا بناتك الاثنين أنه كلكم تنسوا. صح. عندنا خصلة بالعيلة وكمان أخذتها من بيي، بوجه له تحية. أنا شخص كتير بينسى وكتير طايش، بيقولوا ما بركز، اتوردي. قلتي بالأول أنه منك منظمة. مني منظمة واتوردي، بتوصيني على شغلة بنسى، بتعطيني موعد بتذكر بعد يومين، بقول لك برجع بتلفن لك بحكيكي بعد شهر. ما في ما حدا من اصحابي بيزعل مني لانه تعودوا علي. ناديا طالعه مثلي وهيدا شيء بيعصبني منها كثير. فبقى انا مصيت على اشياء مثلا تعمل لي اياهم ومتكله انه خلص ناديا رح تعملهم. فبتوصل ناديا طبعا ولا معها خبر انه انا موصيت على هالاشياء، فبتخانق انا وياها، فبتطلع فيه وبتقلي ما انا مثلك، فبضطر اسكت. هلا نايا اشطف زوم، نايا اكثر وحده فينا شوي بعدها انه بتتذكر الاشياء، فهي اجمالا هلا انا ما بقى اطلب من ناديا، ناديا قصت من نايا، خليك انت ركزي على نايا، هلا تركيزي على نايا بركي هالطفله هيدي. وشو قصه الكريدت كارد يلي ضاع بينك وبين ناديا؟ مع مين طلع بالاخر؟ ما يكون طلع مع نايا؟ لا، المهضوم انه بعتي اعطيتها لناديا كريدت كارد، قلت لها هيدا كريدت كارد، نحن ما عندنا كريدت كارد باللبناني، سو قلت لها هيدا صار في معنا كريدت كارد باللبناني، سو لما بدك تدفعي بس تكوني مقطوعه من الكاش، بتعرفي بهالظروف عم ننقطع من الكاش اللبناني بالمطاعم بالكذا، انه تدفعي بالكريدت كارد، قالت لي اوكي، اخذت الكريدت كارد. بعد شي شهر عم قلها ناديا دخلك هيدا الكريدت كارد ما عم تستعملي، قال اي كريدت كارد؟ قلت لها اللي اعطيتك اياه لتصرفي، قال انت ما اعطيتيني شيء. تقبرنا بعطيتك ما عطيتك، رح اخر شيء رح شك بحالي، وانا البنك عملت لي نسختين لاعطيها وحده، اخر شيء نايا بلا احوي بالساك تبعها انا شفته مش الازرق، قلت لها ايه، راحت جابت لي. فنايا بتعرف كل شيء، شو ما بتضيع بالبيت نايا. نايا المسؤول. صح. السؤال رقم 30. سؤال من الصحافه بجريده نداء الوطن روي ابو زيد. نعرف انه عندك غرام باللوحات والرسم، حتى انك مجمعه كثير منهم وعم تعرضيهم بمزادات علنيه اونلاين، واصحابك اللي بيكونوا معك بيقعدوا ساكتين وبينطروك لتخلص المزاد وتربحي. اليوم لو حياتك لوحه بيضة وبدك ترسميها عن جديد، شو اول شيء بترسميه على هاللوحه وشو هو الشيء يلي ما بترسميه ابدا؟ اكيد برسم بناتي.
شي ما برسمه أبدا؟ ما في شي هالقد بشع بحياتي تما أرسمه أبدا. يمكن برسم أمي. السؤال رقم 31، بيصير معك قصص غريبة وقت التصوير؟ يعني وقعت الدرج انت وحاملك الممثل وسام حنا وبتعملي كريزة من وراء حشرة اذا موجودة بالست التصوير، شو اغرب شيء صار معك بالتصوير؟ اغرب شيء كانت الوقعة، لانه عن جد وقعنا وقعة كان فينا كتير ننقذ. كان حملني وطالع وهو طويل، وكان كنا عم نصور بشاليه سقفه واطي، وهو طبعا ما انتبه، بده يكون مشوح شوي، هو حدد رمزين كان مفروض يمشي هديك الميله، بس حملني مش متحكم كثير يعني بمشيته، وطالع على الدرج وضرب راسه فوق وقلب اناريير، يعني قلب اناريير حملني. قلبته مع بعض؟ قلبنا مع بعضنا اكزاكتلي. وما عاد بده يفلتني، لانه اذا فلتني فيه يأذيني، وما فيه ما يفلتني لانه رح يجي على راسه من ورا، انه عم يتدركب لورا. فكانت لحظه مرعبه، يعني بتصيري عم بدك تشوفي كيف رح تخلص، انه شو رح يصير عرفتي؟ بس قطعت على خير يعني الحمد لله. السؤال رقم 32، هلا هيدا الموضوع ما في امراه منا مجربته بعتقد، يعني الا اذا كان في حدا هالقد محظوظ. كم سنة بحياتك عاملة دايت وكم مرة زبطت الدايت؟ كل حياتي كل حياتي. شوفي بس اخلص يعني اخر نهار تصوير من حيالة مسلسل ببلش الاكل ما بيوقف الا قبل بشهر من المسلسل الثاني. بتحب الاكل؟ ما بحب الاكل، بحب الاكل العاطل الجنك فود. ايه بحب الحلو، بحب الاكل اللي مش لازم ناكله، بحب الاكل اللي بنصح. ولا ماشي بس انه اذا بتقعديني على غدا انه صب بلا كبير، لا مش هيدا ستيل. ستيل انه كيف ما رحت وكيف ما جيت يكون في شيء شيء تتسلي فيه، شيء عم بشتغل فيه. ايه واظهر واكل اكل اوريجينال واكل وحتى الشيبس وشوكولا. اي هو المطبخ المفضل عندك؟ تونسي. دقيقتي الكسكس حسب اذا معمول على الطريقه المغربيه او التونسيه. لا على الطريقه التونسيه انا دايقه بس لازم تدوق الطبخ التونسي لانه بتصور هيدي كويزين يمكن مش اخذه حقها بالعالم، بس هي كلها سبايسز يعني. صح. يعني ما فيك ما تتمتع انت وعم تاكليها، وكثير بنصح الاكل وصاحبتي التونسيه اطيب اكل هو الاكل اللي بنصح. صح. السؤال رقم 33، بنتك ناديا رح تخلص دراستها الجامعية السنة وعم تتخصص بزنس، ومن بعدها رح تسافر على لندن لتتخصص بالتمثيل، وحطيتي لها شخص يدربها. شو النصيحة يلي بتقولي لها إياها قبل ما تعمل هالخطوة المهمة بحياتها؟ مين عطاكم هالمعلومات؟ مين أعطيكي مصدري كمان؟ أنا نحن شغلين على الحلقة. شو النصيحة؟ شو النصيحة اللي بتعطيها إياها لبنتك ناديا قبل ما تعمل هالخطوة؟ عن عالم أتفضل. لكن منا هينة إنك أنت تاخدي قرار إنك تروحي على مطرح مش مضمون، مجهول، ما بتعرفي قديش نسبة النجاح يلي رح تحققيه. بس الحياة بلا ريسك ما بتسوى. نصيحتي إلها إنه الحقي قلبك، الحقي انت شو بدك، الحقي حلمك. لو بده يكون حلمك بالصين الحقي، يمكن ما تاخديه بايدك، بس على القليله ما رح يجي النهار بحياتك تقولي يا ريت جربت الحقه، يمكن كنت قدرت لقطته. هيدي النصيحه. وبقولها دائما انه لما بدك تمثلي، لما بدك كذا، بجوز انت يمكن ما بتعرفي هاو تو بيلد ا كاركتر، بجوز ما بتعرفي، يمكن عندك تيك بتمك ما بعرف شو، عندك مثلا شعرك مش ظابط كذا، كل هيدا اذا انت عم بتمثلي مزبوط واذا عندك احساس، كل هيدا بصير ثانوي، كله بيتزبط. بس
الإحساس هو أهم شيء. بنتك نايا كمان عندها موهبة التمثيل ولا بعيدة عن هالشيء؟ نايا عندها كمان موهبة بس نايا ما بتحب كتير. وكل ما عم تكبر كل ما عم تبعد أكتر عن هيدا الدومين. هي موهوبة أكتر بالإشياء سبورتيف. نايا بتلعب بيتش فولي بول وبتاخد جوائز وبتلعب كتير حلو وبتحب الإشياء اللي بدها مجهود جسدي. عم تحكي أنه بتنصحي ناديا تلحق أحلامها، بعد عندك شي حلم ما حققتيه؟ أكيد. مثل شو؟ أكيد كتير كتير عندي أحلام ما حققتهم. بجوز أوقات حلمي كتير صغير أوقات حلم أكبر، بس عندي كتير إشياء بعد ما حققتها وما عبالي روح من هالدنيا بلا ما لقطهم. السؤال رقم 34. مزبوط بس خلقتي سموك لأشهر فلانة لأنه أهلك ما كانوا يقولك اسم، وبعدين إخواتك ريما ويارا هن اللي سموك كريم؟ صح. أهلي أول شيء كانوا متأملين يجيبوا صبي. كان عندهم بنتين وصبي، كان بدهم خي للصبي. كانوا محضرين اسم صبي وواثقين من نفسهم، وأمي كانت تقول إنه نفس إحساس وقت اللي كان الصبي معي، يعني هيدا صبي. طلعت بنت، فكانت أول شوك بالنسبة لإلهم إنه بنت. هي عدا الشوك الأولاني إنه ما كان بدهم بقى ولد رابع. فهي كمان هي تاني شوك كان. تالت شوك إنه قرروا إنه يسموني رندلة، بس أصحابهم صاروا يقولوا لهم رندلة رزق الله، أنه شوي تقيل الاسم ومش كتير لذيذ وكذا. فقال إنه إيه مزبوط رندلة مش حلو، فما عادوا يعرفوا شو بدهم يسموني. بقي ست أشهر، أنا صار عمري ست أشهر وأنا ما عندي اسم. ببي اسمك كل أصحاب فلانة. لا فلانة كان كمان أصحابها كيف فلانة. إيه فلبعد ست أشهر إخواتي سموني وتعمدت. كان عمري ست سنين، يعني أهلي دايما مفروض. وأنا الولد الرابع، عرفتي ما عملون جليتي إنه إيه منبقى من عم منبقى من عم. يعني ربيت تصور ربيت لحالي، بس ليه عنك مارونية؟ إيه إيه لأنه العمادة على حمل الشمع لو أرثوذكس كانت مشكلة العمادة على ست سنين. كارثة كانت، كنت حاملة الشمع وفيتي فيها مثل كأنه رايحة على الشعنينة. نفسي طيار. السؤال رقم 35. رح نشوف سوا هالصورة. وقت اللي نزلت هالصورة قامت الدنيا وما قعدت. على كل حال انت شخصية مثيرة للجدل مثل ما قلنا بأول الحلقة، بس اللي نزلت هالصورة كانت العناوين يلي تصدرت المواقع الإلكترونية بتقول كارين رزق الله شبه عارية في أحدث جلسة تصوير. بس تقري هيك انتقاد، أول شي شو بتحسي؟ وتاني شي ليه تصورتي هالصورة؟ كنت ما خفتي من الانتقاد؟ ما حسيتيها جريئة كتير لمجتمعنا؟ ما حسيتها جريئة أبداً، لأنه إذا بتلاحظي ما مبين فيها شيء للصورة. يعني اللي مفروض يتغطى مغطى. أنت إذا بتكوني لابسة شورت بتكوني بهيك بزت، يعني إذا بتلبسي شورت وتوب وجاكيت طويلة بيعطي نفس الإفكت. نفس الشيء من دون جاكيت طويلة مع توب، إنه من فوق ما مبين شيء من تحت ما مبين شيء. كنت عارفة إنها رح تعمل هالقد ضجة، ما فكرت انه معقول تعمل هالقد ضجه، بس ما زعجني الموضوع لانه ما بحياتي عملت شيء مش مقتنعه فيه، وما بحياتي حسبت حساب شو بدهم يقولوا علي اذا انا عملت هيدا الشيء. ولو انا بفكر هيك كان في كثير اشياء انا بقولها ما كنت بقولها. لو انا دائما بدي ضلني سيف، بدي ضلني اللذيذه ما بتقول رأيها لما تزعل حدا. إذا بدك ما حدا يزعل منك بدك تكوني ماشي بالحياة. لما بدك تكوني أنت بدك تتوقعي إنه ناس تزعل منك. ف يعني أنا بعتبر إنه هيدا رأيهم وأكيد بحترم رأيهم، بس هيدا رأيهم وهن ضروري إنه كمان يحترموا حريتي الشخصية. أنا حابة أطلع بهيدي الصورة. تعتبر حالك شخصية يا أبيض يا أسود؟ يعني واحد يا بحبك يا ما بحبك، ما في حدا رمادي تجاهك؟ في ناس بتعتبر انه هيدا بحد ذاته نجاح، يعني اذا شخص كان رمادي بيكون مش ناجح اذا كل الناس بتحبه او كل الناس ما عندها مشكله معه.
هلا انا ماني هالقد طاف ابيض او اسود، انا شوي دبلوماسية صدق. لا مع كل اللي عم تسمعي، بس عندي شوي دبلوماسية، يعني على القليل بقول رايي بس ما بقوله بطريقه جارحه، عرفت؟ بقوله بطريقتك الخاصه. بطريقتي الخاصه، ما بعرف اذا انا بيضة او سوداء او هالقد بيعتبروني شخصيه جدليه، ما بعرف، بس انا ما بحس انه انا هيك، بحس انه في كتير بعض ناس مجنين اكثر مني بالضمان وبيقولوا الاشياء بطريقه هيك مثل كف. يعني السؤال رقم 36 هو سؤال من الصحافه إلي مرعب، مين الممثله والممثل يلي عينك عليهم حتى يلعبوا دور البطوله بمسلسل جديد من كتابتك؟ إذا مسلسل مش أنت رح تلعب بطولته. هلأ خليني أخبرك شيء يمكن ناس ما كتير بتعرفه عني، بس أنا بطبعي مش كتير بحب أكتب. أنا بكتب لأنه بكون عبالي مثل شيء بكتبه. إذا ما بتحب تكتبي وهيك النتيجة، كيف لو بتحب يعني تكتبي؟ إنه لا بتعرفي أنا كتير انعرض علي خلال هيدي السنين إنه أكتب نصوص لينباعوا لغيري، ما عملتها لأنه يعني بصير فكر إنه بدي أقعد 4 أشهر أكتب، يي كارثة. بس لما بكون أنا بدي أعمل شيء وعبالي أقول هيدا الشيء، عبالي يطلع عن لساني، عبالي أعمل شيء، عبالي أقول، عبالي أحكي، بكتبه لإلي. يعني أنا كتير صعب إنك تلاقيني كاتبة شيء مش لإلي، كتير صعب. ما بعرف إذا حتصير، يمكن تصير، يمكن ما بعرف الظروف كيف. طب إذا هلأ عندك مسلسل اليوم وطلبت منك تنقي ممثل أو ممثلة يلعبوا دور البطولة، إذا عندي مسلسل اليوم معناتها أنا كتبته لإلي. معناتها ولا ممكن ارضى انه وحده ثانيه تيجي تقشفني الدور لإلي يعني لإلي يعني لإلي في قتل يعني بقتلها. طب مين الممثل؟ دي اللي بتقولي حابه العب معه دور بطوله. كل الممثلين اللي لعبت معهم بحب العب معهم، بحب مثلا حدا ما لعبتي بعد معه؟ ظافر عابدين بحب العب معه، بحسه بمثل هيك ستيل اللي انا بحبه. السؤال رقم 37 قبل ما أسألك هالسؤال رح نسمع هالغنية. أحن إلى خبز أمي وقهوتي ولمسة أمي، أحن إلى خبز أمي وقهوتي ولمسة. كارين انت خسرتي امك وانت بعمر 13 سنه وربيتي انت وبيك بما انك صغيره البيت واخواتك كانوا صاروا برات البيت، شو اكثر شيء بتحني له من ذكرى والدتك يلي اسمها ناديا، سميتي بنتك على اسم والدتك الله يرحمها؟ عم نشوف صورتها. شوفي الام بالحياه هي الامان، يعني لما بتخسري ام بتخسري امان الدنيا كلها، وكتير كتير صعب انك ترجعي تحسي فيه. بتصور اكيد يما ما رح اقعد عدلك انه كل الناس بتعرف شو يعني واحد يخسر امه، يعني يشتاق، يعني يبطل هالشخص موجود، خاصة يعني وقت واحد يخسر امه على عمر صغير. طبعا، بس الامان اذا بدك العنوان الاساسي اللي بقلك اياه، اللي بقلك مثلا في اشياء بتتعوض مع ناس تانيين، في اشياء ما بتطلع، في اشياء الحياه بتلهيك عنها، في اشياء بتكبري عليها، مثلا بتقولي انه بشتاق للغنج، بس بتوصلي لمرحله بتكبري للغنج، في اشياء بتتخطيها، بس الشيء الوحيد اللي ولا ممكن تتخطيه هو الامان. خلص بيروح. شو بتخبري اولادك اليوم عن امك؟ يعني وقتها بتشرحي لهم عن صوتهم، شو بتقولي؟ شو اكثر صفه بتتذكريها من امك؟ ليكي أنا إذا بدك ما كتير تعرفت على شخصيتها من جوا، لأنه أنا كنت كتير صغيرة، ما قدرت أعرف هي كيف بتفكر، هي مثلا شو بتحب شو بتكره، ما قدرت أعرفهم هول كلهم. بس أكتر شغلة أساسية أنا عشت عليها هي الغنج. أنا كنت صغيرة البيت وقلت لك جيت بعد 3 أولاد
يعني أكبر مني ب 12 و13 سنة، يعني كان مثل لعبة بالبيت، فكانت كتير تغنجني، وهذا الشيء أنا عملته مع أولادي انكونسيامون، يعني بغنجهم بطريقة جنون. يعني نادي عمرها 21 سنة رح يصير بعد يومين، بدي عيدها من هون إن شاء الله يا رب الله يخلي لك إياهم وتشوفيهم أحلى أحلى بنات. بعدني لليوم بحطها بحرجي وبغنجها، لأنه أمي كانت تحطني بحرجة كان عمري 13 سنة وتغنجني، لأنه براسي من وراء أنه بركي متت على القليل يعرفوا قدي بحبهم، ياخدوا غنج يعني مثل واحد عم تعطيه مصاري ليضل معه مصاري، عم بعطيهم غنج لحتى يكفيهم على كل أيام حياتهم إذا أنا رحت مثل ما هي راحت بكير. هيدا الشيء اللي إذا بدك عملته معهم إن شاء الله بتضلك فوق راسهم يا رب، وبتشوفيهم عم يكبروا قدامك وما بتتركيهم أبدا. السؤال رقم 38، شو قصتك مع النوم؟ يعني معقولة حدا بينام على السات بوقت التصوير بيقولوا لك صوري مشهد نايمة بالتخت بتقومي بتخفي كارين؟ هيدول ما صاروا الا مع فيليب مخرج فيليب، مع فيليب لما بصوري 23 ساعة من 24 ساعة مينيموم بتنامي على السات. ممكن توعي من النوم بعد الظهر؟ يعني بيقولوا لك مثلا بتقولي رح اوعي اليوم بكره الساعة 10، بتوعي مثلا الساعة 4 بعد الظهر؟ لا ما بتصير، لانه في مسؤولية بالموضوع، بس اللي بيصير انه بتخلصي مثلا تصوير الساعة 5 الصبح، الكول تبعك الساعة 9، توصلي على البيت شعرك مثلا صار له 3-4 ايام ما عندك وقت تحمميه، شعرك ما فيني خبري كيف، بتفكري انت انه هلا 5:30 وصلت، اذا بدي حمم شعري وارجع اعمل سشوار ونام بروح ساعة نوم، انا عندي هن هالساعتين بلا ما حمم شعري بدي نام مثل ما انا بدي نام. فمع فيليب بتكوني اوسخ ممثلة على السات دائما، ما في وقت تنتبه على حالك، بتكوني اكثر حدا تعبان، اكثر حدا نعسان، اكثر حدا اذا بدك بيكرهه لفيليب، بس دايما بتكوني عم تتمتعي بالشغل معه، والنتيجه بتكون والنتيجه كتير بتكون كثير حلوه، وكل مره بقول له اخر مره بشتغل معك بس يخلص المسلسل بقول امتي بدي ارجع اشتغل معه. السؤال رقم 39، سؤال ما قبل الاخير رح نخلص. يعني تعبانه؟ لا بالعكس منيح. لاي حد ممكن تروحي بالجرأه بالدور يلي عم بتقدميه؟ يعني تقبل البوسه مثلا؟ هلا عم نشوف على المنصات يعني عم نشوف جرأة اكثر بالتمثيل، تقبلي ببوسه؟ بتقبلي بمشهد حميم؟ ليكي اوريدي عملته البوسه بمسلسلاتي يلي هن كانوا بلبنان. ليكي انا بقبل بحيلا شيء مبرر وطبيعي وبيقدر يوصل المشهد مثل ما لازم يوصل، اما تجي جراتويتمون يعني انه بس بدك تعملي لا تعملي، انه بس اذا يعني وحده مع جوزها اللي بده يبوسها بجبينها مثلا، ما فهمت انه خالته امه مين، انه في اشياء اساسيات ما بتقطع، يعني بدي المفروض تنعمل مثل ما هي، وانا مع هيدا الشيء، مع انه بقى نتحرر من هالافكار. ليش الشيء يعني اللي بيصير بالحقيقه بس نشوفه نحن على التلفزيون مننقذ منه هو بيكون بيصير بالحقيقه؟ نحن ما مننقذ منه اذا انعمل بالمطرح الصح وبالسيتويشن الصح، نحن مننقذ منه وقت اللي بينعمل بس تينعمل حتى يبيع. بتحبي تلعبي يعني دور بنت ليل؟ كثير، هيدا حلمي. ايه ليه بتطمحي لهالشيء؟ شو السبب؟ دائما بتحبي تلعبي الاشياء يلي بتظهرك من الكومفورت زون تبعيتك، يعني انا بتبعي شخص خجول، حتى اذا بدي اقول مشاعري بطول كثير وبحور وبدور بنت الليل هي شخص جريء كثير، شخص كابب كل شيء وراه، مش سئلين عن شيء، بيستهويني كثير هيدا الكاركتر وبيغريني كثير اني العبه، يمكن لاني بغار من جنونها وجرأتها وحياتها. وايمتى رح تكتبي هيك شيء؟ بس ما تاخديها من الناحيه النيجاتيف انه بدي لا لا لا، يعني قصدك مفهوم اكيد من 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 شخصيتها، عرفتي؟ فبيستفزني هيدي الشخصيه، وبحس انه بدي اعمل كثير جهد لحتى اقدر اعملها، فكثير بحب اعملها فيها. ايه وشكلي ما بيساعد، فرح شكلي ما عندي مجهود اضافي. ايه صح. السؤال رقم 40،
ختامها مسك. خلص ختامها مسك ومسكي كتير كمان ورياحة. ورح أطلب منك تسمعيني تيتر لمسلسل من مسلسلاتك. إذا طلبت منك هلأ تغني لي بصوتي أنا؟ تيتر إيه بصوتك، لو حلو أو مش حلو مش مشكلة. أي تيتر بتختاري؟ بنقي أكيد الأهين لا على صوتي، فبنقي قلبي دق لأنه أي شيء إذا بدي أطلع بهوليكي هلا بسبونا العالم. أوكي. قلبي دق قلبي دق معقول أنا بدي أغنيها ولا قلبي بلا كل اللي عم حسوا إلك أنت ولا بالك مرة قلبي دق. كارين رزقلا أنا بدي أشكرك كثير على هالحلقة الممتعة معك اللي هي مثل العادة مليانة صراحة وجرأة وعفوية وحقيقة. رح نشوف سوا أنا وياك بالتابلو إذا في كم سؤال ما جاوبتي عليهم. سقطت؟ لكن هن السؤال رقم 10 والسؤال رقم 18 19 اللي هو ما سميتي مين الممثلة الأولى وما اخترتي مين الممثل اللي بتستبعديها وما سميتي السياسية اللي بتعطي فرصة تانية لأنه برأيك أنه ما في حدا يمكن بيستحق الفرصة. أوكي. وما أنك حابة تفوتي بلعبة الأسامي بعرف شو. لا ثلاثة مش كتير، كتير كتير منيح لذيذ يعني 37 سور 40 إكسلان. Thank you so much على حضورك معنا لليلة. Thank you جيسيكا، مع أنكم ما كنتوا كتير لطيفين بس أنه هيدا جمهورك طلب هيك على فكرة. أنا استجبت لطلب جمهورك وإن شاء الله تكون الحلقة رضيت حشريتهم ورضيت يعني استمتعوا فيها. وأنا بستغل الفرصة وبسلم عليهم وبقلهم أني بحبهم كتير، يمكن ما كتير بتواصل معهم لأنه شوي مثل ما قلت لك مش منظمة بس أنا بحبهم كتير. Thank you so much كارين وإن شاء الله بنشوفك بعمل قريب على الشاشة لأنه دايما منحب حضورك وما منحبك أنك تغيبي عن رمضان ولا عن الشاشة بكل الأحوال. شكرا مشاهدينا، شكر كبير لفريق العمل، تصبحوا على خير وأمل.